عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، حان موعدنا الآن مع عيون الليل. قاسم. ايوه يا سراجي. اسمع بقى يا قاسم. خير؟ الاراضي اللي ملهاش حدود اللي ورثتها عن ابوك الباشا الله يرحمه. مالها الاراضي دي يا سراجي؟ لازم تتوزع على العيال من دلوقتي يا قاسم. وده بقى ان شاء الله امر ولا فرمان سلطاني من حضرتك؟ لا امر ولا فرمان، ده اسمه احتياط من الزمن. محدش عارف الثوره للثانويه تعمل معانا ايه. امال الاراضي اللي انت ورثتيها انت كمان هتعملي فيها ايه؟ دي ارضي بقى وانا حره فيها، اتصرف فيها زي ما انا عاوزه. لا اله الا الله، اذا كانت الست وبتقولي كده امال انا بقى الراجل اقول ايه؟ تقول كلمه الحق وتحكم بالعدل ما دام انت الراجل زي ما بتقول. زي ما بقول. ايوه. طيب يا سرية، اشكرك جدا على ذوقك الرفيع في حوارك مع جوزك وابو عيالك. بدل ما تتمقيط عليا كده، الحق واعمل اللي بقولك عليه قبل ما يفوت الاوان وترجع تندم. الحق ايه؟ هو سباق ولا ايه؟ ايوه سباق يا قاسم، واكتر من سباق كمان. ليه؟ عشان ايه؟ لاني سمعت من ناس كبار انهم ناويين يأمموا الاراضي. وافرض ان الكلام ده صحيح، اشمعنى انت مش خايفة على ارضك؟ يا استاذ قاسم، يا مدرس الدين، المفروض ان مالي يخصني، وإنك ممنوع شرعا من مجرد التفكير فيه. أفادكم الله يا هانم. أهو أنت كده، ما ناخدش منك غير التريقة، وفي الآخر تقولي كلامك طلع صح يا سراي. على العموم أنا حشور الأستاذ فوز المحامي بتاعنا وأشوف رأيه إيه. سرية هانم كلامها سليم يا قاسم بيه، وشكوكها في محلها. يعني المفروض نعمل ايه دلوقتي يا استاذ فوزي؟ المفروض نملك الاراضي للاولاد فعلا، انما هي حرة في ارضها وانا كمان تحت امرها طبعا في اي شيء تطلبه. ويا ترى هعمل لهم تنازل ولا بيع ولا توكيل ولا ايه بالظبط؟ اديني فرصة ادرس الموضوع بالتفصيل وبعدين نتصرف. خلاص اعمل اللي تشوفه صح يا أستاذ فوزي. أنا بفكر أعمل الأول توزيع عادل بين الأولاد حسب الشرع. على العموم أنت عندك كل البيانات بتاعت عبده وزين وعثمان والشافعي ومروة. تمام، ولا سيادتك عاوز تحتفظ بجزء من الأراضي يكون أفضل؟ أظن هو ده المعقول، يعني عشان نفتت الملكية. وبالشكل ده نقدر نتلاشى أي خطر لو حصل تأمين. على بركة الله. شفت بقى القرارات الجديدة يا أستاذ قاسم؟ أيوة شفت يا ست سرية. يعني كلامي طلع صح؟ للأسف طلع صح، ومع ذلك راح علينا يجي 300 فدان. طبعا، لان اللي حط القانون فهم كويس ان كل الناس هتعمل زينا. على العموم نحمد ربنا انها جت على قد كده عشان تبقى تصدقني وتبطل تقول اني عنادية ومتسلطة. يا ستي خلاص حصل خير، حقك عليا، نفسي بقى تبطلي غرورك ده شوية. انا مش مغرورة يا قاسم، والبصيرة اللي عندي نعمة من عند ربنا، ماليش فضل فيه. طبعا، هو انا هقدر اغلبك في الكلام؟ لا تغلبني ولا اغلبك، كل المطلوب منك انك تنسى اني زوجة من عصر الحريم. وبعدين بقى في الكلام اللي ملوش فايدة ده، يا رب ألهمني الصبر. ما هو لو انت بس تهدى شوية وبلاش العصبية دي ممكن الحوار بينا يستمر. يستمر لحد ما نتخانق تاني يا سرية؟ لا، لحد ما اثبت لك ان الراجل هو اللي مغرور ودايما يرفض اي فكرة تيجي من ناحية الست حتى لو كانت سليمة 100%. بقولك ايه، تصبح على خير، انا داخل انا محسن. موسيقى
أبوك يا عبده يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا. والله وكبرت يا واد وخدت الثانوية العامة وحتحقق أمنيتي بإذن واحد أحد. أنا تحت أمرك يا بابا في اللي تطلبه مني. أنا عايزك بقى تدخل حقوق اسكندرية أو القاهرة. ها؟ أنهي بقى اللي تعجبك فيهم؟ الحقوق؟ أيوة، ما هي نفس المسافة من البلد سواء الاسكندرية أو القاهرة. أنت لسه حضرتك مصر أني أدخل كلية الحقوق برضو؟ شوف يا عبد الجبار، أنا أملي فيك أنت بالذات دونا عن إخواتك فوق ما تتصور. ربنا يخليك لينا يا حاج وتحقق كل أمالك فينا إن شاء الله. تعيش يا ابني تعيش. ودلوقتي أنت عارف أن أراضينا متبعترة في كل ناحية. أيوة بابا، اللي في الخطاطبة واللي في كفر الشيخ واللي في العمرية، حاجة تبرجل فعلا. وطبعا احنا لازم نعيش في اسكندرية على طول ان شاء الله، لان من ساعة ما اخدت موجه اول صدر قرار نقلي على طول. والله يا بابا انا بحب اسكندرية اكتر من القاهرة، وكويس ان احنا هنعيش فيها على طول. يبقى مين بقى اللي حيوقف جنبي وانا بقيت راجل كبير؟ ها؟ مين حيوقف جنبي عشان يشوف مشاكل الأرض ويتابعها؟ البركة في إخواتي زين وعثمان والشافعي، ما هم برضو رجالة زي. وليه ما قلتش أختك مروة بالمرة يا هروب من المسؤولية؟ لا يا بابا والله ما أقصدش، وحياتك عندي ما أقصد. لازم تفهم يا عبده إنك عندي أرجل وأجدع عيل من عيالي. صدقني أنا مش ببالغ يا عبده. أصل بصراحة بابا أنا ما بحبش المذاكرة الكتير، وكلية الحقوق دي كلها مذاكرة وحفظ قوانين. أمال تحب إيه يا عبده؟ ها صرحني، انا والدك وصاحبك في نفس الوقت. انا بابا احب اي كليه ما فيهاش مذاكره كتير، يعني مثلا الكليه الحربيه، كليه التربيه الرياضيه كده يعني. على العموم انا حسيب لك فرصه تفكر لحد ما يجي وقت التقديم، ولو بتعزيني زي ما بعزك تسمع كلامي وتريحني يا ابني. ربنا يريح بالك ويوعدك ببنت الحلال. ايه يوعدني بايه يا حاج؟ انت عايز تدبسني من بدري كده؟ احنا فين والجواز فين؟ تعال هنا يا ابي حسن. فز قوم قوم يا واد، اقف على حيلك. نعمين يا سعادة البيه. انت واد مش شايفني معدي قدامك؟ ايوه طبعا شايفك يا بيه كده اهو، وبتقولها كمان بلسانك. انت اتجننت يا حسن يا جربوع. انت بتتريق على اسم جدي يا بيه؟ على العموم الثورة لغت الالقاب من زمان يا قاس. لا ده انت اكيد اتجننت فعلا. ازاي يا واد انت تناديني باسم كده؟ خلاص يعني الغفير والوزير بقوا عندك زي بعض؟ والله الثورة هي اللي قالت كده. طب معلش معلش يا حسن، بقولك ايه؟ خد العشرة جنيه دول هديهم حاجة لعيالك. ايدك ابوسها يا بيه، ايدك ابوسي يا بيه يا ابن الباشي، ربنا يخليك لنا يا رب. اخصى عليك بني ادم، يعني قمت واتنطرت زي الرهوان. ما تأخذنيش يا سعادة البيه، اهي اهي زلة لسان. لا يا حسن لا، دي مش زلة لسان وبس، ده تصرف بيكشف عن معدنك وضميرك. انت من النهاردة مالكش قعاد في الارض. اعمل معروف يا بيه، ما تقطعش عيش. انا ما بقطعش عيش حد، بس انت خلاص ما تلزمنيش. ابوس ايدك يا بيه. انا عشان خاطر عيالك بس هشغلك غفير عند ثروة بيه في أرض العجمي بتاعته، ومن النهاردة ما تورنيش وشك. يا عمر انت فين يا عمر؟ كل ما اسأل عليك في اللوكان ده يقولوا لي كان هنا ومشي. أما يا ابني قضيت لك كام ليلة هنا، انما عمرهم ما هيتعوضوا. فهمت يا خلبوس يا شاه، انت يعني ضيعت القرشين اللي ابوك عطاهم لك على السهره. هو ده اللي حصل يا امير، وكمان استلفت فوقهم 50 جنيه من خالي سعد. والحل ايه دلوقتي يا فالح؟ مش عارف. انت معاك حق تذكرتين الرجوع بتوعنا؟ طبعا وزياده كمان. خلاص تبقى فرجت. وهتقول ايه لابوك يا سيدي؟ ساعتها يبقى يحلها الف حلال.
مبروك البكالوريوس يا عبد، مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. ناوي تعملي بقى؟ هتكمل دراسات عليا ولا هتشتغل في التربيه والتعليم زي ابوك؟ لا دي ولا دي، انا ناوي اشتغل في المقاولات وتجاره الاراضي والمباني. سبحان الله، يعني البكالوريوس بقى زي قلته. المهم اني عملت اللي حضرتك كنت عايزاه، اخدت بكالوريوس وخلاص. طب ايه رايك نفتح لك معهد كبير للرياضه والساونا والمساج والبخار والعلاج الطبيعي؟ ايه رايك؟ بقول لحضرتك انا بحب اشتغل حر لوحدي وفي المقاولات بالذات. وابوك عنده علم بالكلام ده ولا لسه؟ عارف ووافق وقال لي على البركه، وكمان هيمولني بمبلغ كويس ابتدي بيه الشغل كده. طيب الهمنا الصبر يا رب. معروف ما تسيبنيش يا عبد، ابوس ايدك، انا مجنونه بحبك وما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك. يا دليله فهميني ارجوك، قلتلك 100 مره انا رجل ملول متقلب، عمري ما اقدر اثبت على حالي. انا برضو راضيه بيك وهستحملك مهما تعمل فيا. يا بنت الناس ما تعمليش كده، لازم تعرفي برضو اني غاليه عندي. لو كنت غاليه عندك ما كنت سبتني. لازم تعرفي يا دليله ان كل علاقه في الدنيا ليها بدايه ونهايه، وعلاقتنا خلاص يا بنت الناس انتهت. العياطنا منوش فايدة يا عزة، احنا جربنا كل الطرق والأدوية والوصفات البلدي ومفيش فايدة. يعني ايه يا مخلوف؟ مش عاوزني حتى فضفض عن نفسي كمان؟ مال انا ما بعيطش ليه؟ ما هو الحال من بعض. لأنك راجل مش طبيعي، قلبك حجر وعقلك ما بيفكرش إلا في الفلوس. شوفي بقى من الآخر كده، لا أنا ولا أنتي نقدر نخليك. أكبر دكاترة في الدنيا قالوا لنا الكلام ده. مفيش حاجة بعيدة على ربنا. ما قلناش حاجة يا ستي، بس الموضوع ده لازم يتقافل وللأبد لحد ربنا بقى ما يفرجها بمعرفته. طيب ما تحاول تاني يا مخلوف، يمكن يكون فيه أمل ولو 1%. ولا 1% ولا 0.5%، إحنا الاتنين ربنا خلقنا كده وخلانا ننشن على بعض بالصدفة عشان نقطع الأمل نهائي. نروح بقى نخبط دماغنا في الحيط كل شوية ولا نشوف مصالحنا أحسن؟ مصالحنا؟ أمال مصالح مين يعني؟ يا فرحتي بمصالحنا، تقدر تقولي الملايين اللي معانا دي هنسيبها لمين؟ ونسيبها ليه؟ ما هي في إيدينا وبنتمتع بيها. لو أنت فاكر نفسك هتخلد فيها يا سي مخلوف، ما تنساش اننا هنموت. يا وليه بلاش السيرة الناكد دي، ده بدل ما تقوليلي ما نزودش ثروتنا ليه ونعيش في عز ونعيم احسن من اللي احنا فيه. كل العز والنعيم اللي بتقول عليه ده ما يسويش عندي دوفر عيل صغير. الحمد لله على سلامتك يا عبد. الله يسلمك يا أمير. الواحد مش مصدق إن فترة التجنيد مرت بالسرعة دي. والله يا أخي أنا لو مكانك كنت كملت في الجيش على طول قبل ما يسرحوه. أولا ده مش بكيفي، ثانيا يا أخي أنا ما صدقت خلصت عشان أشوف الشارع، ده أنا كنت محدوف حتفة ما يعلم بيها إلا ربنا. وناوي بقى ترجع للشهوة بتاعتك تاني ولا خلاص ربنا هداك؟ بصراحة أنا وحشاني الحياة المدنية بدرجة مش معقولة. المهم انت عامل ايه في الصحافة؟ والله انت عارف انا قد ايه بحب شغل الصحافة. الحمد لله ماشي كويس اوي. ولسه برضو بتكتب على حيتان الاراضي؟ طبعا، ده انا حتى اتخصصت في المسألة دي من فترة وشغال عليهم حملات لما دوخت عيشتهم. وطبعا مخلوف على راسهم. اهو ده بقى اللي مفيش حاجة بتحوق فيه، محدش قادر عليه لغاية دلوقتي. تصور انه خد حتة ارض لوي دراع جنب ارضنا اللي في العمرية. عارف طبعا، عشان كده من يوم ما خلصت التجنيد زودت الحراسة عليها على طول. مش كفاية تزود الحراسة يا حدق. ما تقلقش، أنا رايح جاي بمر عليهم، وكمان سكنت 4 غفر في البيت اللي احنا بنيناه في وسط الأرض. برضو مش كفاية. أمال عايز نعمل ايه؟ أروح أبات كل يوم في الصحراء وأسيب الصحرات إياها؟
اهلا يا سيد مخلوف، حصلت لنا البركه. الله يبارك فيك يا قاسم بيه. حسن كان اتكلم معايا في موضوع الارض، بس ما قدرتش افهم منه ايه المطلوب بالظبط. خلي بالك يا قاسم بيه، انا جايب لك الباشا بحاله لغايه عندك، ولو انه متعود ان الناس هي اللي تجيله مش هو اللي يروح ليه، ودي لاني مقامك كبير قوي عنديني. باشا مين يا ولد؟ مخلوف باشا بحاله اللي صيته مال الدنيا. اهلا وسهلا، اي خدمه طالبها حضرتك مني؟ الحقيقه يا قاسم بيه انا جاي طمعان في كرمك. وانا تحت امرك في اي طلب ما دام اقدر عليه بامر الله. اتفضل. انا عايز اشتري ارض العمريه بتاعتك. هو حضرتك معاك ايه؟ معايا ايه؟ معايا الخير كله، ولا انت قصدك ايه يعني؟ قصدي معاك شهادات ايه؟ انا ولا مؤاخذة صايت ابتدائيه، ايه انفع؟ امال تنفع ونص كمان. انت عارف ان اي حد بيفرط في ارضه كأنه بيفرط في عرضه تمام. الكلام ده كان زمان يا باشا، انما دلوقتي الدنيا كلها بتبيع وتشتري في بعضها ولا مؤاخذة. على العموم انا ارض ما ببيعش، وثانيا السعر اللي عرضته للفدان ما يساويش قلته، وثالثا وهي لسه فيها ثالثا. ايوه يا سيد مخلوف، ثالثا هو بين البايع والشاري ايه؟ يفتح الله. فتح الله علينا وعليك. انا حتى مملكش ابيع اي حته من ارض العيله بقرار لوحدي. بس دي لازمان يا باشا، ولازم اخدها وبالسعر اللي انا حدده كمان. ايه الجواب اللي في ايدك ده يا عبدو؟ ده استدعى للجيش يا بابا. ايه؟ وانت مش لسه مخلص خدمة؟ ما بقالكش كام شهر؟ مش عارف والله، الظاهر ان في حاجة مهمة هتحصل. يعني تفتكر اننا ممكن نعبر يا عبدو؟ وليه لا يا بابا؟ هو يعني احنا في قدامنا بديل تاني غير العبور؟ ولو اني بتمنى من قلبي ان ده يحصل، لكن التوقيت جاء صعب قوي بالنسبة لي. ازاي يا بابا؟ يا ابني انت عارف اني بعتبرك دراعي اليمين في كل حاجة. وانا تحت امرك، اؤمر انت بس. اؤمر فين بقى؟ اذا كنت هتمشي وتسيبنا صارع الوحش اللي اسمه مخلوف لوحدي. مش تستنى بس لما نشوف الاستدعاء ده ليه؟ يمكن مجرد تدريبات وخلاص. لا، انا قلبي حاسس ان في حاجة هتحصل، انا قريتها بنفسي في عينين الرئيس في اخر خطبة من خطبه. حاجة ايه بس يا بابا؟ اذا كانت كل الاخبار بتتكلم عن الحل السلمي والظباط هيسين اجازات وبعثات حج وكمان طرد الخبراء الروس، تفتكر ده ممكن يحصل في ظروف حرب؟ على العموم ما تقلقش يا حاج، حتى لو كان في حرب اخواتي موجودين يسدوا مكاني. يسدوا مكانك؟ طب ده انا لما عييت يا دوب جم وروني وشهم ومشوا، ما حدش رفع سماعة التليفون بعدها عشان يسأل عن صحتي. انت بس ما تقلقش وسلمها لله، الأرض متأمنة كويس قوي والحق معانا. الحق لوحده في الزمان ده ما يكفيش عبده، لازم تسنده القوة. ربنا موجود يا بابا. ودلوقتي أستأذن أنا. على فين إن شاء الله؟ ورايا مشوار مهم قوي قبل ما أحضر نفسي للسفر. بالسلامة يا بابا. وحشني يا عبدو. ايه رايك يا بنت يا دليله نلعب النهارده دور المثقفين؟ انا مكتئب. تعرفي تحبكيها دي؟ انا جاهزه واعرف العب الدور صح. طب يلا وريني. ادي يا سيدي النضاره مسلسله، وادي السيجاره، وادي الكتب، وادي كمان تبويزه شبرين. عال قوي ده المظهر. نشوف بقى جوهر المثقفين عندك. في الواقع يا عزيزي، بل وفي الحقيقة، فإن مطالعة النفس الناطقة في ذاتها الروحانية تنعكس على عذبات الوجود الإنساني. ما قلتك يا عزيزتي تثير في نفسي انفعالات طالما كمنت عندي في اللاوعي الواعي. لا شك في صحة ما قلت يا صديقي،
وإن كنت أرى بمنطق ثقافة الإعلام لا ثقافة الرؤية أن هذا يعد بمثابة كارثة إنسانية. وفيما تكمن الكارثة حسب رؤيتك؟ إن الكارثة الحقيقية هي أن كثيرا من الناس سفلة وطمعون وكذابون ومنافقون ويأكلون مال النبي في لمح البصر على الموائد كافة. هل فهمت مرادي؟ هل تريدين مني أن أصدقك القول؟ حقا أريد يا صاحبي. والله إنك لامرأة حيزبون. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية البيان التالي: بيان عسكري رقم 7. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول الجبهة، وتم الاستيلاء على معظم الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. تروى يا باشا مال. ايه زغرة ايه دي اللي مزعلاك؟ خلينا في زغرتنا احنا احسن. ها عملت ايه؟ كله تمام يا سيدي الباشاوة. يعني افهم من كده انك عملت مع عيلة قاسم زي شارون تمام؟ فاشر فاشر يا باشا. شارون زغرته مصيرها تنساد، لكن زغرتنا احنا قدامها سنين. وعملت ايه مع الاربعة الغافر اللي هناك؟ اتنين منهم ماتوا من الرعب، خدوا بعضهم ويفكيك على البلد اللي جابوهم منها عدل. طب ما زمانهم بلغوا قاسم حادق. مش هيحصل. ازاي؟ قلت لهم اللي هيفتح بقه هدفنه مطرح ما هو واقف. والاتنين التانيين؟ لا 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 لا، دول كان عندهم حبة جدعانة برضه. ازاي؟ هم خدوا ودوا معايا في الكلام، وانت عارف يا باشا البواكي بتعمل ايه؟ امال فين هي الجدعانه اذا كانوا قبضوا؟ جرى ايه يا باشي؟ ما هي الجدعانه برضو لها سحر، ولا انت سعادتك عندك راي تاني؟ لا تاني ولا تالت، انا عايزك النهارده تجيب ستات العالم دول وعيالهم واوام تبني لهم عيشه صغيره كده كانهم عايشين فيها من زمان. هيحصل يا باشي. ولازم تبان انها قديمه، يعني تجيب طوب قديم وخشب مسوس وشويه رمله وتخلصني بسرعة بسرعة يا حسن. أوامرك أوامرك يا باشا. شايف يا عبدو؟ شايف العدو مركز الضرب ازاي على مصنع السماد؟ ده غير الضرب اللي نازل على طريق عتاء الادبي يا فندم. واضح ان العدو ناوي يحاصر مدينه السويس بعد الثغره ما اتسعت. عشان كده جت تعليمات القياده باغلاق المداخل الرئيسيه للمدينه بكل الطرق الممكنه. انت دارس الثلاث مداخل كويس يا عبدو. ايوه فندم. المحور الاولاني محور المثلث اللي هو المدخل الرئيسي لطريق السويس القاهره، وده للاسف متحاصر والعدو قفله ومنع عننا الامداد من القاهره. والمحور اللي مدخله من الاسماعيليه نفس الوضع يا فندم. والمحور ده بالذات كله اراضي زراعيه وجناين فاكهه، مساحتها كبيره قوي. يبقى ما فيش قدامنا دلوقتي غير محور بورتوفيق اللي بيوصل لمعابر الجيش الثالث. واكيد احتلالهم لميناء الادبيه هيديهم الفرصه يقفلوا الطريق ويسهل لهم الهجوم على السويس، ويمكن يحتلوها كمان. هو العمل يا فندم، هنفضل متمركزين هنا في مباني الشركه دي واحنا شايفين بعنينا دبابات العدو داخله على الزيتيه؟ الحل احنا لازم ندخل السويس باقصى سرعه ونبلغ قيادات المدينه بالموقف ونسيب موقعنا يا فندم. طبعا، لان وجودنا هنا تحصيل حاصل وممكن نتعرض للخطر بدون مقابل. برضه لسه ما فيش اخبار يا قاسم عن عبده؟ مفيش يا سوريا. وبعدين اعصابي ما بقتش تستحمل اكتر من كده. هو ابننا لوحده يا سوريا، ما هو معاه ولاد مصر كلهم. يبعت جواب، يبعت تلغراف. بقولك يا سوريا،
مادام مفيش أخبار فده معناه خير إن شاء الله. ادعي لهم انت بس وبعد وسوسة الشيطان ده عن تفكيري. بدعي لهم بدعي لهم والله يا آسف بدعي لهم. ربنا يرجعك يا عبدو انت ولا معك بالسلامة. يا حسن الناس دي لسه ما حسيتش باللي حصل. معقولة يا باشا؟ لأن دي هو اللي حصل. طب الراجل الكبير قاسم وقلنا عيان وصحته بالبلة، امال عياله فين؟ كل واحد ماله في حاله وكلهم كانوا مدكلين على أخوهم الكبير سعبده. طب هو راح يحارب، معقولة هيفضلوا ساكتين كده؟ وحياتك لا هيقدروا يعملوا حاجة، أصلهم ولا مؤاخذة مش قديني. أنا بقى متأكد انهم بيدبروا طريقه يشتونا بيها بعد ما صرفنا دم قلبنا على العالم اللي انت جايبهم. ايه يا باشا جرى لك ايه؟ انت اللي بتقول الكلام دي؟ اصل مش معقول حتى غفير من الغفر ما راحش بلغهم باللي حصل. وافرض انه بلغهم، ايه اللي ممكن يعملوه؟ ما انت راسع البير وغطاه. بقى يبقى عندهم موظف حكومه قد الدنيا ومهندس وتاجر وكل دول ما يعرفوش يعملوا حاجه. اصله عيله ابو قاسم دي أنا أعرفها كويس من أيام الباشي الله يرحمه باعي. أعرفها كويس يعني إيه؟ ولا كل واحد فيهم ولا مؤاخذة يلا نفسي كتر الفلوس مكبرة دماغهم. يا سلام. وبعدين أنا بصراحة كده نفسي تهودني وتيجي الأرض بنفسك عشان تشوف اللي أنا بعمله. الإشارة دي بتقول إيه؟ الكلاب هجمين على المدينة من كل مداخلها، من مثلث ومن هويس الإسماعيلية ومن الزيتية. استعد يا بطل، زمانهم حيشرفونا هنا. الدم بيغلف جسمي يا فندم، نفسي أتحول لقنبلة وارمي نفسي على أول دبابة تدخل قدامنا. أهم جايين يا سيدي ما تقلقش. يا الكلب نازلين ضرب على البيوت زي الشتاء. شايف يا فندم؟ شايف العسكري اللي ضرب الدبابة ده هيعمل إيه؟ الله، ده نط فوق الدبابة ورمى جواها قنبلة وجري بعيد. الله أكبر، بس هو ده اللي احنا عايزينه. عساكرهم نطوا من الدبابة. اضربوا يا رجالة، اضربوا اضربوا على طول، ما تسيبوش ولا عسكري من الطقم. خلوا تركيز الضرب على الثلاث عربيات المدرعة المحجوزين ورا الدبابة المولعة. أهم أهم اضرب يا عسكري. العربيات المدرعة كمان وقفت والعسكري الإسرائيلي بينط منها والنار مولعة في هدومه. محدش يبطل ضرب يا رجالة. شايف يا فندم؟ شايف أزايز المولوتوف نازلة تلف عليهم ازاي من كل البيوت؟ صوتوا صوتوا زي النسوان يا جبنة. اضرب يا جدع اضرب. ما فيش جوابات وصلت من عبدي وطن سرية؟ في جواب وصل. والنبي يا طنط وسكتة من الصبح. ها أخباره إيه وكاتب إيه في الجواب وعمل إيه في الحرب يا طنط؟ جرالك إيه يا شيرين؟ ما تركزي يا بنت شوية. طب عطوله أجازة يا طنط؟ لا. أمال قال إيه؟ في ضابط زميله فات علينا ومعاه ورقة صغيرة بيقول فيها أنه نازل مأمورية وحيعبد علينا بسرعة. إمتى يا طنط؟ معرفش، جايز بكرة جايز النهاردة الله أعلم. طب أمال فين عمي قاسم؟ برضو معرفش، نزل ولسه ما رجعش. طب استاذن انا بقى يا طنط. ليه؟ ما تقعدي شويه، مش يمكن عبده يجي؟ معلش يا طنط، اول ما يوصل بالسلامه هبقى اجي واسلم عليه ان شاء الله. مع السلامه، تبقي سلمي لي على مامتك كتير. نفسي أفهم ليه عملت كده مع قاسم مع إنهم من أطيب وأكرم الناس في البلد. الأرض لازمانة يا ست عزة. هتعمل بيها إيه؟ هخزن فيها لوادر ووناش. الله، طب ما تخزن في أرض العجمي، ما هي فاضية وترمح فيها الخيل. لا بقى،
أرض العمرية بالذات هي اللي هخزن فيها. طب وهي دي طريقة برضو تستولى على ملك الناس عشان مرضوش يبيعولك؟ والله أنا عايش كده طول عمري، واللي عايزه باخده واللي مش عاجبه يشاكلني. بس ده اسمه ظلم يا مخلوف وافترى كمان. بقولك ايه، وفري نصايحك دي على نفسك واحمدي ربنا على اللي انت فيه. ما تخلينيش اتكلم. تتكلم وليه؟ ما تتكلم يا مخلوف، اتكلم وعيرني زي عوايد. يا فتاح يا عليم، يا قولي يا صباح يا الصبح، انت مالك بالحاجات دي؟ انا مالي ازاي؟ اودي وشي من الناس دول فين؟ احسن حاجة ما توريهمش وشك خالص، ولا انت حنيت الايام الفقر والبهدلة. اهلا يا استاذ فوزي، خير ان شاء الله. ارض العمرية بتاعتكم يا قاسم بيه مالها؟ مخلوف احتل برجالته جزء كبير منها، ملاها ناس وبضايع وتريلات ومصورها كمان. مش ممكن الكلام اللي بقوله لك ده، انا شفته بعناية. كل ده يحصل واحنا مش دريانين؟ ما هي الغلطة غلطتكم يا قاسم بيه. صدق ان حذرتك من الراجل ده قبل كده. هعمل ايه؟ اعمل ايه اذا كان عيالي كل واحد في بلد والوحيد فيهم اللي بعتمد عليه مش موجود معانا؟ امال الغفر راحوا فين اللي كنتم حاطينهم هناك؟ والله ما انا عارف، اللي ما حد فيهم جاء بلغني، انا مش فاهم ليه. ما هو حاجة من اتنين، يا اما مخلوف هددهم يا اما رشاهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وانت امال عرفت ازاي يا استاذ فوزي؟ انا عرفت من امير الصحفي صاحب عبده ابن حضرتك. وعلى العموم انا هعمل اجراءاتي. العسكري مختار اتاخر قوي يا فندم، انا بدات اقلق عليه. يا اخي ما تقلقش، ادي احنا قاعدين مستريحين من الضرب شويه من نفسنا. انت لسه ما كتبتش جواب لوالدك برضو؟ بعت له يا فندم كلمتين مع النقيب عدلي وهو نازل الماموريه. وما جابلكش اخبار عن والدك ووالدتك واخواتك لما رجع؟ كل خير يا فندم. انما سيادتك مالك النهارده؟ شايفك حزين شويه رغم ان ظروف المعركه كلها في صالحنا. لا ابدا مفيش حاجه، بس انا عاوز افهمك سبب اصراري انك تكتب لوالدك وللاسره كلها. ليه يا فندم؟ ليه من يوم وفاه والدي وقبل والدتي الله يرحمهم ما بقاش ليا في الدنيا غير اخ وحيد هو كل اسرتي. ليه؟ هو سيادتك لسه ما اتجوزتش؟ لا. ليه؟ لسه ما فيش نصيب، وده موضوع يطول شرحه، انما المهم حكايتي مع اخويا ده. ماله يا فندم؟ تصور انه بيقضيني في المحاكم وعاوز يستولي نفسه على الميراث بتاعنا. مش ممكن. للأسف هو ده اللي حصل. وصلنا لحد فين يا أستاذ فوزي؟ احنا حصلنا على إذن من النيابة بهدم السور. وبعدين؟ قابلت الضابط المسؤول عن التنفيذ. وما راحش ينفذ ليه على طول؟ والله يا قاسم بيه في حاجة غريبة بتحصل، زي ما تكون فيه ايد خفية وراه. ايه اللي حصل؟ فهمني. الضابط عمال يماطل في التنفيذ، مانيش فاهم ليه. يعني ايه؟ حجته ايه في عدم التنفيذ؟ سيادته عامل حمامة سلام. يعني عاوز ايه بالظبط؟ بيقول ان المشكلة ممكن تنتهي بالتصالح ومفيش داعي للتصادم. وهو ايه شأنه؟ هو عليه ينفذ وبس. أيوة، ما هو كمان بياخد تعليماته من رئيسه. ومين رئيسه ده؟ المأمور طبعا. طب قوم بينا. على فين يا قاسم بيه؟ أنا ما بقاش عندي صبر أسمع كلام بالشكل ده. يلا بينا على المأمور على طول، نقطع عرق ونسيح دم. ابسط يا عم، مأموريتك اتأجلت للمرة التانية ويمكن تكون اتلغت كمان. الحمد لله، ربنا استجاب لطلبي اني افضل مع سيادتك على طول. انما ايه اللي حصل؟ موعد التحرك لجبل المكتاف اتقدم عن ميعاده. وهو فين بالظبط موقع الجبل ده يا فندم؟ دلوقتي اوريلك موقعه على الخريطة. شوف يا عبدو، ادي القاعدتين اللي الاسرائيليين احتلوهم في الهوجة بتاعت الثغرة. تمام يا فندم،
دي القاعدة الحقيقية ودي القاعدة الهيكلية، واحنا مهمتنا احتلال القاعدة الهيكلية اللي على تل المكتاف، لان هي دي القاعدة الحاكمة. عارف ليه؟ لانها بتهدد اللواء المصري اللي تحتها. بالظبط، يعني لو جات لهم الفرصة هيهجموا فجأة، وغالبا هيكون هجوم ناجح عشان هم في الارتفاع العالي بالنسبة للواء بتاعنا. الاستطلاع بتاعنا رصد تحركاتهم اليومية بعد غروب الشمس على طول ما بين القاعدتين. كويس. مش كويس ولا حاجة. ليه يا فندم؟ أنا عاوزك أول ما توصل إن شاء الله تنفذ المهمة اللي حكلفك بيها. تحت أمر سيادتك يا فندم. اللي هي إيه؟ هتقود جماعة من الاستطلاع، ومش هترجع إلا ومعاك سر التحركات دي. مفهوم؟ مفهوم. يلا جهز رجالتك عشان تتحرك، وأنا كلفت الرائد علوي بمهمة تانية بعدين هشرحها لك. استنى يا مختار، احنا لسه مش هنضرب دلوقتي. هو محدش اترقى وبقى شاويش غيرك ولا ايه؟ امال هنضرب امتى بس يا اخي؟ اسكت، استنى شوية. انا اسف يا فندم، لازم اتكلم. عايز تقول ايه؟ مش مفروض ان احنا نستنى اكتر من كده. ليه؟ علشان لو اتأخرنا هيكونوا وصلوا للقاعدة الحقيقية وفلتوا من ايدينا. احنا مش هنضرب الا لما يوصلوا لنص الطريق على المدى. فهمت يا حدق؟ فهمت يا فندم، الله ينور. هيتربكوا ربكة سودة ما يعلم بها الا المولى. اديك فهمتها اهو. بس عارف هتبقى ربكة ليه يا مختار؟ ليه يا فندم؟ اصل مش هيبقى قدامهم غير حلين لما الضرب ينزل عليهم وهم في نص المسافة. ايه هما؟ يا اما يجروا باقصى سرعة عشان يلحقوا يوصلوا القاعدة الحقيقية. نقوم احنا نطين على القاعدة الهيكلية ونحتلها على طول. يا اما هيحاولوا يرجعوا بسرعة للقاعدة الحقيقية عشان يطلونا منها. بس ده لو حصل هيعرضهم لخسائر كبيرة في الافراد والمعدات نتيجة للربكة اللي هيقعوا فيها. انا بقى متوقع انهم هيكملوا جري على القاعدة الحقيقية. انا واثق انهم اكبر من الرجوع يا مختار. هم قربوا، قربوا على نص المسافة يا فندم. نضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، الله اكبر. اضربوا يا الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. فيك يا فندم، التبة بقت كلها تحت سيطرتنا ومتأمنة من كل ناحية والحمد لله. طب خد امسك النظرة دي وبص شوف قدامك ايه. حاضر. ايه ده؟ يا نهار اسود، ده كل دبابات اسرائيلي جاي علينا من المداء. وهتخليه اسود ليه؟ دول جايين لقضاهم يا حبيبي. اسمع، خد معاك 9 افراد في العربية دي ومعاكم صواريخ الميم دال. وهنعمل ايه يا فندم؟ هنحاول نوصل باقصى سرعة لاعلى حتة في التبة عشان نعرف نصطادهم. ماشي ماشي يا فندم، والله ما هنسيب الموقع الا على جثثنا، وان شاء الله ربنا هينصرنا. ان شاء الله ربنا هينصرنا. يلا بسرعه يا مختار، ربط الأسرة دول في بعضهم عشان نلحق نرجع الموقع قبل ما يحصل علينا هجوم مضاد. الجثث بتاعتهم يا فندم منطورة في كل حتة. يا لطيف يا لطيف. ايه يا مختار جرالك ايه؟ احنا في حرب يا ابني، اتحرك، بلاش الرعب اللي انت فيه ده. يا ابني احنا كسبنا المعركة واحتلينا القاعدة، خايف من ايه؟ مش قادر يا فندم، مش قادر، جسمي كله بيرتعش. سيبني سيادتك، سيبني سيادتك هنا وخد بقية الافراد وارجعوا الكتيبة وبعدين يحلها ربنا. يا ابني اسيبك ازاي؟ ده انت ايديك متشنجة على الدركسيون والعربية واقفة وحتودينا في داهية كده. ايه الحكاية يا فندم؟ احنا لازم نرجع التبة بسرعة، ايه اللي مخلينا هنا؟ اسمع يا فواز. ايوه. خد بقية الرجالة وارجعوا انتوا بسرعة على التبة. وسيادتك يا فندم، هتسيبوني هنا مع مختار لحد ما طلعوا بالعربية وهشيله على كتفي وهحصلكم ان شاء الله. مستحيل نسيبك هنا ونمشي يا فندم. نفذ الاوامر يا فواز زي ما بقولك. يا فندم مش ممكن. اعمل اللي بقولك عليه وماشي. يلا بسرعة. هانت هانت خلاص يا مختار،
قربنا نوصل. معقول يا ستي؟ شلنا على كتافك كل المسافه دي والضرب نازل علينا من كل ناحيه. ربك كريم، احنا لو نفتنا يبقى اتكتب لنا عمر جديد. ارقط ارقط بسرعه يا مختار. الضرب ما بيبطلش يا فندم، هم اكيد شايفيننا كويس. اسحف اسحف معايا يا مختار. سبحانك يا رب، الرصاص نازل يرف من حوالينا من غير ما يصيبنا، زي ما يكون في قوة إلهية بتبعده عننا. سبحانك يا رب، يا قادر على كل شيء. يلا مختار شد حيلك، ادي احنا قربنا نوصل التبة. انا خلاص يا فندم تعبت قوي، كمل سيادتك وانا هبقى احصلك. تحصلني فين يا ابني وانت قادر تمسك نفسك؟ يلا يلا يا اخويا بلاش دلع. تعبان تعبان قوي يا فندم. تعالى تعالى يا مدوخني، تعالى لما اشيلك تاني وامري لله. يا عبدو، ألف حمد لله على سلامتك يا بطل. أنا كنت واثق 100% أنك استشهدت. إيه مبروك علينا القاعدة يا رجالة. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك. شفت اللي حصل يا أستاذ فوزي؟ شفت؟ هل ده شيء يصدقه العقل؟ أيوة شفت طبعا. مش قلتلك إن الحكاية مش سهلة زي ما سيادتك متصور؟ إيه معنى إن تقرير أرضنا ينكتب على أرض تانية بيننا وبينها 2 كيلو؟ مع إن التقرير بيغلط نفسه بنفسه. إزاي؟ فهمني يا أستاذ، اللي أنا خلاص ما عدتش قادر أفهم حاجة خالص. هو مش فيه جيران لنا في الأرض وبقالهم سنين؟ أيوة. خلاص احنا هنطعن في التقرير ونشهد الجيران. لكن احنا في دلوقتي يا استاذ، التقرير اللي انكتب بيؤكد حيازه مخلوف للارض. بالظبط بالظبط. والله عالي يا استاذ، والله عالي يا بلد. وفي حاجه اخطر من كده كمان. ايه هي؟ انه يبعتر الارض. يبعترها يعني ايه؟ يعني يقسمها اجزاء، وبعد ما يقسمها يبيعها بيع سوري لأي ناس من بتوعه عشان يفتت الملكية. ايه ده؟ انا مش مصدق عيني. يا ميت مرحب، الاستاذ فوزي بوادي المحامي بحاله مشرف مكتبي. قبل ما اقعد، انا مش عاوزك تسيء فهم يا مخلوف باشا. سبحان الله، وانا لسه حطيت منطق عشان تشك في نيتي؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. تفضل اقعد يا استاذ. احب اوضح لك الامور من البدايه عشان تبقى فاهم كل حاجه. يا مراحب يا استاذ، هو في احلى من الوضوح؟ وضح يا جناب الافوكات وضح. انا جاي لك هنا من غير ما اصحاب الارض يعرفوا. ارض؟ ارض ايه؟ انت فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، يعني كده ما تأخذنيش. انت جاي لي مكتبي بصفة ايه وانت محامي الخصم؟ ما انا هقول لك اهو. بس والنبي اوام، عشان قدامي اشغال اهم بكتير من كام فدان بتوع العمرية. على العموم انا مش هاخد من وقتك كتير. انا جاي لك طبعا بصفتي محامي عيلة قاسم ابو القاسم. طلباتك. نفض الاشكال بالمعروف. الله العظيم، ما قلنا كده هنطلعوا من البلد. مش سعاده البين مامور كلمكم؟ حصل. امال ما جيتوش ليه؟ هو انا مؤاخذه كلام عيال. بقول لك ايه، مفيش داعي للكلام ده، وخلينا نتكلم في المفيد. اتكلم يا استاذ. نعمين، كل اذان صاغيه وحياتك. انا برضو يهمني انك ما تخشش في مشاكل ومتاعب ومصاريف. لا 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 لا، من الناحيه دي بقى ولا مؤاخذه مالكش دعوه. ليه؟ اصل انا شايف ان المتاعب والمصاريف ولزوم ما يلزم كلها ارزاق ناس رايحه جايه. لا يا باشا لا، المساله مش مساله ارزاق. امال انت شايفها ايه لا مؤاخذه؟
أنا شايفها إنها عملية اغتصاب غير قانوني لأرض الغير. أنت غلطان يا أستاذ فوزي، غلطان في اللي أنت عملته ده. والله يا حاج أنا قلت أجرب الحل السلمي بمعرفتي. لو كنت شرطني كنت منعتك نهائي. ليه بس يا حاج؟ لأن الناس دول مش أهل مروة، دول نصابين وقطاع طرق، وديك شفت اللي حصل لك منه. والمصيبة إنه بيقول لي إيه؟ أشاور عقلي. طبعا، أصله فاكر إن كل الناس زمامها خربانة زيه. وكمان حضرته سايب لي الباب موارب، يمكن أفكر أرجع له وأقبل منه الرشوة. ما تتعبش نفسك يا أستاذ فوزي، اللي زي مخلوف ده يغيظه جدا انه يقابل راجل شريف قدامه. ازاي؟ هو ده طبع الناس دول، في حاجة جواهم مش عليلة حقد ضد الناس الشرفة. يا ساتر يا رب. لذلك يتمنوا يعملوا لهم المستحيل عشان يقعوا وتنكسر عينيهم ويبقى مفيش حد احسن من حد. معاك حق يا قاسم بيه، انا معترف فعلا اني اخطأت. إنما تعرف يا أستاذ فوزي، رغم كل الكلام اللي أنا بقوله ده، أنا ما زلت مذهول ومندهش. ليه بس يا باشا؟ لأني ما كنتش أتصور أبدا إن الدنيا حيبقى حالها كده في يوم من الأيام. أصلك راجل طيب يا حاج، طول عمرك نيتك صافية وما تعرفش إلا الخير، عشان كده بيتهيأ لك إن الناس كلها لازم تكون زيك. ما هو الطبيعي إن الناس تكون شرفة يا أستاذ فوزي. للأسف الحقيقة غير كده خالص. يا أهلا أهلا وسهلا يا مخلوف، انت شرفتنا النهارده بزيارتك ونورتنا كمان يا فندم. النور ده كله نورك. لا اقل من الواجب يا مخلوف. الله يكرمك، ما انت خيرك سابق واللاحق هيكون اكتر باذن الله. طيب ما تقول طلباتك ايه عشان نشوف الكلام اللي بتقوله ده صحيح ولا اوانطه. وشرفك وشرفك صحيح يا باشا. طب قول. هما موضوعين صغيرين قوي على سعادتك. قول يا راجل يا بكاش. انا واثق انهم يتحلوا برفع سماعة تلفون سعادتك مرتين اتنين بالظبط. طيب خير يا مخلوف؟ الجماعة بتوع الجمارك واقفين لي في شروة صقعة قوي. عاوزين يعني ياكلوا نص مكسابي ضرايب وجمارك. هما فعلا الجماعة دول فيهم ناس ذمتهم تفوت جمارك. انما بالذمة ده يرضي سعادتك يا باشا. انا راضي ذمتك. من ناحية ذمتي لا ما يرضنيش. الحمد لله، وانا عاشمي بسعادتك كبير قوي. انت تؤمر يا مخلوف. بالمناسبة يا باشا، أنا عازمك النهاردة على حفلة الافتتاح. افتتاح إيه؟ افتتاح أكبر محل ملابس في البلد. الله، هو أنت يا جدع مش سايب حاجة إلا ما تتاجر فيها حتى الملابس. دي تجارة كلها خير وبركة يا باشا. ما هو لازم برضو نعمل حاجة لله. يا سلام يا سلام يا مخلوف، طول عمرك قلبك عمران بالإيمان. الحمد لله، ده بعد مما عندكوا علاء باشا. إنما ما قلتليش ايه الموضوع التاني؟ والله يا عبد، ابوك ما بدأ ياكل ويضحك الا من ساعة ما شافك. ايه ده يا ابني؟ ولا جاوبت له المدة دي؟ يا ماما انا لو فكرت بقلبي ثانية واحدة ما كنتش هعرف احارب. بس يا ابني كان حتى ولو جاب واحد يطمننا. لعلمك انا تعمدت اني ما افتحش ولا جواب من الجوابات اللي جاتني كلها. يا ساتر عليك، انت ما كنتش كده ابدا يا عبد. هم فين اخواتي دول؟ وحشيني قوي. زمانهم جايين دلوقتي، اصل احنا لسه يا دوب مبلغين. وحشوني كلهم كلهم. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا ابني. ان شاء الله. تسلم يا حبيبي. وفي ناس كمان انت وحشهم قوي بس انت ولا هنا. استاذ قاسم انا عارف قصدك على مين. طب
قول لي بقى وريني فرصتك. شيرين بنت خالتي. برافو يا عبدو برافو. هي دي هي دي. ايه بس يا بابا، انا عايزك تشيل من دماغك موضوع الجواز ده خالص بالنسبة لي. اهو اهو بركة يا جامع اللي جت منك. وان كنتم يعني عايزين عريس لشيرين، انا عندي عريس لقطة ما حصلش. مين ده يا ابني؟ العقيد نشأت يا ماما اللي حكيت لكم عنه. انا ما شفتش اخلاق ومروءة بعد كده. ده انا لما رجعت سليم على الموقع فضل حضني ويعيط يجي خمس دقايق، ما كانش مصدق اني لسه عايش. ربنا يخليه ويحميه لشبابه. شوف يا اخويا الواد زاغ من الموضوع ازاي. يا ابني احنا عاوزين نفرح بيه. قالك لسه بدري قوي يا ابو عبدو يا عاطفي يا رومانسي، هو الجواز بالعافية. عاجبك كده؟ اي هتتريق عليا ايه؟ طب ايه رأيك بقى بابا ان كلامها صح 100%؟ ايوه طبعا، ما انت خلاص انضميت لمدرسة الواقعية بتاعتها وبقيتوا اتنين على واحد. عجيبة عجيبة ان كل ده يحصل في ظل وقف اطلاق النار. اليهود عمرهم ما يحترموا الاتفاقات ولا المواثيق الدولية يا امير، ما انت عارف الكلام ده ودرسه. فعلا تاريخهم كله بيقول كده، ده حتى من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. ده الواحد لو ما احترسش من القناصة بتوعهم كان زمانه خلص من زمان. مش معقول للدرجات دي يا ابني. ده انا كلت رصاصة في الخوزة بتاعتي بعد توقيع اتفاقية الكيلو 101 بساعتين. إنما احنا طبعا كلنا ملتزمين بالاتفاقية. ملتزمين اه، لكن مش معقول تلاقي ضرب نازل عليك وتلتزم. ده يبقى اسمه استهبال يا امير مش التزام. وانت لسه قاعد برضو على الجبل اللي اسمه مكتاف ده لحد دلوقتي؟ اه، لكن انا حاسس اننا ضروري هنتحرك لحتة تانية. فين يعني؟ جرى لك يا امير، دي اسرار عسكرية يا حبيبي. الله 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 الله. امال اللي حكيتهولي عن موقعته مكتاف مش سر عسكري؟ انا حكيتهولك لانك شفت بعينك في التلفزيون الاسرى اللي مسكناهم والدنيا كلها شافتهم. اسمع اسمع، انا شايف ان الوقت ازف ولازم امشي. ومالك ملهوف قوي كده ليه؟ يا ترى رايح على فين؟ رايح ابص بصه اخيره على الدنيا اللي انتوا عايشين فيها قبل ما ارجع وحدتي. عال قوي، لابسالي مريالة وعامله شغاله بحق وحقيقي. خدمتك دليله يا عبدو بيه، ملكك وبين ايديك، اؤمر تطاع واطلب تجاب يا سيدي. اولا ايه اللي عرفك اني جيت النهارده؟ محسوبتك عندها عصافير مدربه على التجسس، واخبار عيله ابو القاسم كلها عندي يا بطل. انا واثق انك بنت عم ابليس لازم. مش ممكن تكوني انسانه طبيعيه. انا اكون اي حاجه بس افضل جنبك يا سيدي. بنت يا دليلة. انت يا بنت. نعم يا سيدي. تعالي هنا بنت، حطي الصينية دي وقعدي جنبي عشان عايز اقولك كلمتين. من عيني يا سيدي، لكن قولي هشوفك الاجازة الجاية يا حبيبي. للأسف يا دليلة، النهاردة اخر يوم هنشوف بعض فيه. ما تقولهاش تاني يا عبدو ارجوك. دليلة دليلة، انا الحرب خلتني انسان تاني خالص غير اللي عرفتيه. لقيت حد تاني غير يا عبدو؟ يا ستي ابدا، لا انتي ولا غيرك. امال ايه اللي غيرك؟ الحرب زي ما قلتلك، الحرب هدتني لربنا وعلمتني اخاف منه، لانه هو اللي وهبني الحياه بدل المره 10. مبروك يا عبد الجبار يا قاسم. الله يبارك فيك يا فندم. خير يا سياده العقيد؟ انت ترقيت لرتبه نقيب بأمر من القيادة، ومن النهاردة هتكون قائد الكيلو 101 وبرضو تحت رياستي. ده شرف كبير قوي يا فندم، ويخوف قوي في نفس الوقت، لأن ده موقع في منتهى الحساسية. يا ابني هو أنت وش خوف؟ ده الموت بيخاف منك. مش للدرجات يا فندم، إنما بعد إذن سعادتك، هي الكتيبة متقدرة ليه؟ سبب التكدير هو نفس الموضوع اللي هحذرك منه دلوقت، وتسمعني كويس قوي. اتفضل يا فندم. طلقة رصاص واحدة ما تطلعش من وحدتك من غير أمر مني شخصيا، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. لازم تعرف إن الموقع ده ملغم قوات دولية ومراقبين أجانب. ضروري يا فندم، ما هي منطقة اجتماعات للتفاوض بين القادة الكبار. يعني لازم تكون المنطقة أمنة تماما
طب 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 وافرض يا فندم ان هما اللي ابتدوا الضرب. مالكش دعوه، ما تردش اللي زي قلت لك. خلاص يا فندم امرك. انا بكرر التنبيه عليك تاني يا عبدو، انا فاهمك وانت فاهمني، وجبل المكتاف شاهد على كده. خلاص خلاص يا فندم. مش عارف اشكر حضرتك ازاي. مش عارف ازاي يا مخلوف. طب ده انت سيد العارفين. ما صوتش يا باشا، انا برضه عندي كلمتي. امال ايه بقى مش عارف دي؟ قصدي اني بقى ما عملت برضه هبقى مقصر في حق سعادتك. خلاص يا سيدي، اذا كنت عند كلمتك خليهم كلمتين يا اخي، خليهم تلاتة، وهلا البحر بيحب الزيادة. وانا رقبتي رقبتي عشان سعادتك. لا معلش، سيبك من الرقابي والعيون يا مخلوف، وخلينا في الدغري يا راجل يا حوت. يا فندم ما تقلقش، النهارده بالليل ان شاء الله هيكون كل شيء في محله وهتكون مبسوط قوي. المهم طمني، حد من بتوع الجمارك جناحتك؟ الحقيقه باشا انا مش مصدق اللي شافته عينيا. احكي لي حصل ايه. ما حدش سالني او سال حد من رجاله تلت التلاته كان كويس. وايه اللي حصل في ارض العمريه؟ الموضوع ده لسه فيه قلق لان موقفي ضعيف شويه. على العموم اطمن، زي ما خلص موضوع الجمارك بنفس الطريقه هيخلص موضوع العمليه. ايه ده؟ خلي بالك يا مختار، طلع نظارتك وبص معايا. وادي النظار. شايف يا مختار؟ شايف اليهود بيعملوا ايه؟ الله، دول تلات عساكر استطلاع. ايه ده؟ يا نهار اسود، دول عدوا المنطقة المحرمة اللي بتفصل بيننا وبينهم وداخلين علينا. ده بالشكل ده بيعبروا في ارضنا يا فندم. يعني من حقنا نخلص عليهم دلوقتي، يا يعني نحاول ناخدهم اسرى باي طريقة. انت ناسي تعليمات سيادة العقيد نشأت يا فندم، ابوس ايدك اعمل معروف. لا ما نسيتش ما نسيتش يا مختار، ممنوع ضرب النار لاي سبب كان من غير امر من القيادة. امال ايه يا فندم؟ لساتك مزاجك تحاكمنا وتودينا في داهية؟ بصراحة أنا الدم بيغلي في عروقي ومش قادر أسكت على المهزلة دي. خلاص يا فندم اتصل بسيادة العقيد. سيادتك بتضحك على إيه بس يا فندم؟ أصل الموضوع ممكن ينتهي من غير ما نرجع للقيادة ولا حاجة. إزاي يا فندم؟ أنت ناسي الألغام اللي إحنا زرعينها حوالينا مختار. آه صحيح، دي ألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للدبابات كمان. ياه، بس دول ولاد شياطين فعلا. إزاي يا فندم؟ يعني ما انت شايف ازاي عرفوا يتفادوا الالغام بطول المسافه اللي قطعوها؟ اكيد اكيد معاهم مجسات، اصلها مش معقول تكون جات معاهم ضربه حظ، لان الغلطه بموت على طول. انا هتجنن لو ما خلصتش عليهم واحنا اصحاب حق. شفت اهم اتنين منهم استخبوا ورا التل. يبقى ما فيش غير تالتهم اللي باين قدامنا، ولازم ناخد قرار دلوقتي. اسمع يا مختار، انا هضربه بنفسي وهتحمل المسؤوليه. اهلا اهلا يا مرو. ازيك يا ماما؟ بخير يا حبيبتي، اتفضل. ايه ده، هو بابا مش هنا ولا ايه؟ بابا تايه في المحاكم ورا القضايا. وليه ده كله؟ هو مش موكل الاستاذ فوزي المحامي؟ هتقولي ايه بقى، موضوع الارض ده تعبه قوي، لا عارف ينام ولا ياكل ولا يتهنى باي حاجه. معذور يا ماما، ما هي ارضه برضه. قصدك ارضكم كلكم انت واخواتك، لكن كل واحد فيكم في ناحية وقافل على نفسه وكأن الموضوع مش همه، وسايبين الراجل الكبير لوحده محتاس، وعشان كده مخلوف بيلعبه لأنه عارف أنه لوحده محدش معاه. وحضرتك بقى بتقوليلي الكلام ده ليه؟ ما عندك أخواتي الرجالة. لا رجالة ولا ستات. الله، لكن أنت إيه اللي فكرت بينا؟ جاي أسأل على عبده وعنكم، هو مفيش أخبار عنه؟ مفيش، كنت ناقصاه هو كمان، هو على الجبهة من ناحية وأبوك موضوع الأرض في الناحية الثانية، لما بقيت عيشة تأثر العمر. اللهم صل على النبي، ما شاء الله على ديمير ماري يا باشا.
استبقها ازاي دي؟ زي ما انت شايف اضعف بالبوصة. مش قصدي على دي يا معلم. امال قصدك على ايه؟ على المرمارة بتاعت امبارح. انا في حياتي ما شفت جمالي. كله بتأمنه بني آدم والغالي تأمنه فيه. بس دي لو ده ولا مؤاخذي مهرها ما يقلش عن فيلي ولا عربية مرسيدس. الله 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 الله. وانت ايش شأنك بالحاجات دي؟ كلمني في المفيد. تؤمر يا باشا. خلصت لي موضوع الولا فاروق طفاشة؟ خلصته يا باشا. عكمت الولية الحربية مراته كان باكو كده ما حطتش منطق. هو بيبوس ايديك الاتنين وعمره ما هيفتح بقه بكلمه. الله، ما هو انت السبب في اللي حصل. ليه يا باشا؟ واني ولا مؤاخذه كنت قلت له يتمسك من الحكومه. قلت لك قبل كده احنا ما يصحش نشتغل الا في الجمله. شغل القطاعي ده ما يقولش معايا. على العموم ده اخر مره تحصل، وعلى العموم ما خسرناش حاجه. على العموم الحمد لله اللي جت على قد كده. أهم المراقبين الدوليين أيدوا موقفك. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. لكن إيه الخبر اللي سمعته ده؟ يا سيدي، وإيه يعني لما ينقلوك لموقع تاني؟ ما هو هنا حرب وهناك حرب، هتفرق إيه يعني؟ هتفرق كتير قوي، كتير يا فندم. إزاي يعني؟ هني ما عدتش أخدم مع سعادتك، وفوق كده وكده إني سببت لك مشكلة لإني ما قدرتش أنفذ أوامرك، وأكيد سيادتك زعلان مني. أنا مش زعلان علشان اللي عملته يا عبدو. أمال ليه سيادتك حزين كده؟ لأني خسرت فيك خسارة مضاعفة. أنت كفاءة عسكرية ممتازة يا عبدو، ولازم تعرف كمان أني كنت بحبك أوي. نفس الشعور يا فندم، وربنا أعلم. انت ولاد هفيت في مخك ولا ايه؟ مالك انت ومال الهلال الاحمر والهلال الاخضر؟ الله، مش هعمل حاجه نافعه لبلدي بدل ما انا قاعده ساكته كده زي الخشبه، ولا بدل ما اتفرغ لاذيه العالم زي غيري ما بيعمل. ما تلونيش في الكلام يا عزه وتقل مزاج. اعملي معروف. يعني مش عاجبك اني اعمل خير لبلدي واشغل وقت فراغي؟ اعملي يا اختي، اعمل اللي انت عايزاه، بس بلاش تنخاري في دماغي بالوطنيه بتاعتك. ايوه اخويا ايوه، خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا. افهم بس انت رسم على ايه؟ ايدك على 10,000 جنيه مخلوف. ايه؟ نعم اختي، 10,000 ايه؟ 10,000 جنيه. ودول هتعملي بيهم ايه ان شاء الله؟ هتبرع بيهم للهلال الاحمر. اهو على الاقل زكى عننا للناس الغلابه المتصابين في الحرب. انا مرميش فلوسي في الكلام الفاضي ده. مش احسن ما ترميهم على اللي تسوى واللي ما تسواش يا مخلوف؟ والله بقى فلوسي وانا حر فيها. يا راجل يا راجل، ادي حاجه للبلد اللي انت غرقان في خيرها. هو انت ايه، يهودي؟ من الاخر كده، فلوس مش هدفع. عاوز انت تروحي تشتغلي ممرضه على راحتك. بالاذن يا حلوه. عجبك الحال ده يا مروه؟ بس ايه بس اللي هنقدر نعمله يا ماما بعد المحاكم والقضايا؟ ابوكي حالته مش عجباني، قاعد متحسر ومش قادر يعمل حاجه. طب واحنا يعني نقدر نعمل ايه؟ انا اقدر. حضرتك يا ماما ازاي؟ بس لو ابوكي يرضى انا اعرف ازاي اتصرف. هتعملي ايه؟ هقابل عزه مرات مخلوف، دي برضو مهما كان ست كويسه وممكن تختشي مننا. وتفتكري هي بإيدها حاجة؟ ما فيش ست في الدنيا ما تقدرش تأثر على جوزها. وحضرتك يعني مالية إيدك منها يعني؟ هنجرب ونشوف، يمكن العشرة القديمة تكون طمرت فيها. بس بابا مش ممكن حيوافق. ما هو ده اللي مكتفني، وكمان ما أقدرش أتصرف تصرف زي ده من وراه. طبعا يا ماما. طب إيه رأيك؟ ما تلمحيله كده بالكلام. بصراحة بقى يا ماما يعني
أنا شخصيا مش محبزة الفكرة دي. خلاص يبقى أنا اللي هكلمه. والعمل يا فندم؟ أنا مش هتأيد بمواعيد نظرية على الورق. أنا هعمل الحاجة اللي كلكم نفسكم تعملوها وربنا يستر. هتعمل إيه يا فندم؟ هسحب كل الصواريخ اللي موجودة جوه الملجأ وناخدها معانا وإحنا راجعين. الله أكبر، يسلم فمك يا فندم. شفت؟ أهم ضربوا طلقة هاون مضيئة عشان يتأكدوا إن مفيش حد. إنما معقولة هيسيبونا طول السكة وإحنا ساحبين الصواريخ؟ ساعتها مش هيقدروا يضربوا ولا طلقة. ليه؟ لأن المنطقة كلها هتتحول لشعلة متفجرات علينا وعليهم لو صاروخ واحد بس انفجر. يلا بينا بقى نتوكل على الله. لا لسه برضو، احنا هنستنى كمان شوية. اما يا فندم عليك طول بال، ولا راجل عنده 70 سنة. اصبر امال عشان نقدر ندخل وناخد الغنيمة. بسم الله توكلنا على الله. شايف الجبل عامل ازاي يا فندم؟ ده ولا غرائب الطبيعة اللي بنشوفها في التلفزيون. حتى لو حصل علينا ضرب طيران هو لا يحمينا، لان الضرب كله هيجي فيه. احنا بعد ما نخلص مهمتنا ان شاء الله هننسحب من تحته لحد ما نوصل لاول وحده مصريه نحتمي فيها. انا خلاص يا فندم، بس عادي لو قلتلي اعمل اي حاجه في الدنيا هكون مقتنع انها صح وهعملها على طول. طب اعمل جدع كده ولا علي سجاره. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. جاهزين. أنا فين؟ أنت في الوحدة الطبية يا بطل، يا اللي رفعت رأسنا في السماء. حد من رجالتي انصاب ولا جراله حاجة يا سيادة العقيد؟ اطمن اطمن يا عبدو، كلهم رجعوا بالسلامة. للأسف محدش انصاب غيرك. الحمد لله الحمد لله. ما هو أنت لو ما كنتش ملحوق على سحب الصواريخ زي ما يكونوا عيالك ما كنتش انصبت. والله يا فندم ده كان آخر صاروخ، قلت أسحب الحامل المكشوف لورا شوية تحت الجبل. أم حصل اللي حصل؟ وطبعا انت عارف كويس انك برضو للمرة التانية ما بتنفذش التعليمات. انا اسف يا فندم. قلتلك دي عملية استطلاع وبس، ما هياش معركة حربية وسحب صواريخ. ما قدرتش امسك نفسي وضيع من ايدي فرصة العمر. انا مش عارف اقولك ايه ولا اعمل معاك ايه بعد اللي عملته ده. على العموم انا مستعد اقبل اي جزء يوقع عليا. هو الجزء اتوقع فعلا وبأمر من القيادة. إيه؟ وحكم عسكرية؟ لا، أنت منحت نوط الشجاعة من الطبقة الأولى. إيه؟ مش معقول. يلا يا بطل لازم تستعد عشان تستلم الوسام. يلا بقى شد حيلك شد حيلك شوية عشان تخرج من المستشفى. وإيه فايدة خروج يا فندم بعد ما بقيت برجل واحدة؟ للأسف ما كانش فيه قدام الدكاترة غير كده. معلش نصيبي كده، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. عبدو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لك يا حاج ياسم، إذا ما بطلتش عياط أنا حازعل منك قوي، وانت عارف أنا زعلي وحش قد إيه. خلاص يا خلاص مش هعيط. خلاص انت عاوزني بقى احبس نفسي في الاوضه زي زمان؟ فاكر؟ ايوه فاكر يا ابني، فاكر لما صرفت فلوس الكليه على اصحابك ولما رجعت قفلت على نفسي الاوضه وربيت دقني عشان انفس عن شعوري بالذنب قدام حضرتك. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك يا حاج، الشقاوه خلاص انتهى عهدها وربنا أكرمني آخر كرم. الحمد لله الحمد لله. بطل عياط بقى، أنا دلوقتي قصدك في خدمة. ده أنت تطلب عناية يا عبدو يا ابني. أنت مش دايما تقول لي لازم أكمل نص ديني؟ أيوة يا ابني أيوة، ربنا يهديك ويصلح حالك. إيه رأيك بقى إني موافق وليا غرض أكمل نص ديني دلوقتي حالا؟ الحمد لله إن ربنا تاب عليك يا ابني. أنا شاعر إني في أشد الحاجة لزوجة مخلصة تعيش معايا
وتسندني في محنتي. على العموم احنا عندنا ليك عروستين. يا حاج، عروستين مرة واحدة؟ الأولانية نقاوت والدتك تبقى هند بنت عمي، والتانية نقاوتي أنا تبقى شيرين بنت خالتي. برافو عليك، وانت عارف طبعا ايه السبب. عارف، حضرتك دايما كنت تقول لي اتجوز اللي تحبك مش اللي تحبها. اهي شيرين دي بقى مش بتحبك وبس، دي مجنونة بيك. مجنونة ازاي بس يا حاج، وهي الوحيدة من كل القرايب والجيران اللي ما جتش زارتني ولا سألت عني. معلش يا ابني، جايز تكون متأثرة من اللي حصل لك، وعلى العموم الغايب حجته معاه. يا باشا كويس اني لقيتك يا باشا. ايه يا حسن في ايه؟ ما تنطق. عبده مين ده كمان؟ عبده ابن قاسم اللي كان على الجبهة بحارب. ماله؟ رجع يا باشا، وسمعت اخبار انه ناوي يجي الارض حداني. طب ما يجي، اهلا بيه. الارض دي خلاص بقت بتاعتي، ملكي، محدش يقدر ياخدها مني ولا حتى الجن الاحمر اللي بيقولوا عليه. انا جيت بس اقول لك عشان تعمل حسابك يا باشا. ما تخافش يا حسن، انا الارض دي صرفت عليها دم قلبي وما عنديش استعداد انها تضيع مني ابدا. انت فاهم؟ طبعا فاهم يا باشا، وعشان كده قلت انورك. على فكره يا باشا، نعم. في حاجه كمان. ايه حاجه ايه؟ انت لازم تقول لي عن اخبار بالقطاره. المحامي فوز. ماله؟ بعافيه شويه، وفيه محامي جديد ظهر في الصوره. هات لي كل المعلومات عنه وعرف لي سكته لونها ايه. يلا يا مخلوف انا جاهز. اخلع انت حسن دلوقتي. طب بالاذن يا باشا. السلام عليكم يا ست هان. وعليكم. ده هي لا ترجعت. الله الله الله، انت قرشه مرحيته ليه يا عز؟ لانه غدار يا مخلوف. حسن ده لحم كتفه من خير قاسم وعيلته، واللي عملوا معاهم اكيد هيعملوا معاه. انا محدش يقدر يعمل معايا حاجه، لاني عارف طبع حسن واللي زيه، وبعرف الذات عامل معاهم. السكة العوجة مهما طالت بتفضل برضو عوجة يا مخلوف. طب قفل على النصيح بتاعتك يا اختي، مش وقته. ازاي كل ده يحصل يا بابا ومحدش يقول لي؟ يا ابني كنا هنقول لك فين وازاي وامتى. بالذمة ده كلام؟ كلكم ساكتين لما الارض هتروح مننا. يا ابني مفيش داعي للعتاب، لان ما كانش ممكن نقول لك وانت بتحارب، ولما رجعت برضه ما كانش ممكن نقول لك وانت بتتجوز. والكلب اللي اسمه حسن الجربوع عملت ايه معاه؟ واقدر اعمل ايه مع صعلوك زي ده شبعة من بعد جوع؟ لو شفته الخاين الجبان حقتم زمارة رقبته. ما تضيعش وقتك وطاقتك في الغضب والانفعال يا عبدو. هم اللي عايز نقعد ساكت. عايز نقعد ساكت انا كمان يا بابا؟ لا يا ابني، انت خلصت معركة استرداد ارض بلدك، وقدامك دلوقتي معركة استرداد أرض عيلتك. تعال تعال يا مسعود، يا أجدع غفير عندنا. خدامك يا سعادة البيع. أنت بتقبض ما هي كام يا مسعود؟ بقبض 150 جنيه يا سعادة البيع. هخليهم لك 250، إيه رأيك؟ ربنا يكرمك ويخليك لنا يا بطل، بس دول كتير قوي يا سعادة. ما يكتروش عليك يا مسعود. بقولك ايه، انت مستعد تحارب معايا عشان ارض العيلة؟ برجبت يا بيه، بس انت تقول لي هنحارب مين وميتة وفين. انا هنزل معاك البلد نجيبوا حوالي 50-60 راجل نشغل بيهم مساحة الارض اللي فاضله. الجو يا بيه. وبعدين وانت هتشرف على معيشتهم في الارض، وما تاخدش اوامر من حد غيري. حاضر يا بيه. احنا دلوقتي كسبنا حكم الاستئناف والحمد لله. الف مبروك يا بيه. اللي هيحصل ان في ضابط ومحضر ومعاهم قوه هيحضروا عشان يمكنونا من الارض. وناوى عليه يا بيه؟ هنخش معركه مع رجاله مخلوف؟ لا انا مش ناوي على كده. امال هتجيبهم ليه؟
دول ناس ما عيفهموش غير في الزراعة والعراق بالنباتات. قبل ما الضابط يجي ينفذ الحكم هتهجموا على الأرض المحتلة. وبعدين عاوزكم تتوزعوا فيها بأقصى سرعة، وأنا اللي حديلك التوقيت بالضبط. طب والعالم اللي قاعدين فيها من العام نول لما يلاقوا البوليس مش هيلحقوا يعملوا حاجة. المهم ساعة التنفيذ تكونوا كلكم في الأرض وخلاص. الله أكبر، ده الدم حيبقى للركب يا ساعة البيئة. ابننا حيضيع يا قاسم، حيقتلوه المجرمين. انت بتقول ايه؟ ليه؟ انت ما علمتش باللي حصل؟ لا، في ايه؟ اتكلم يا سرية. عبده لم الرجالة من البلد وخدهم على الارض. ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عبده، ابني عبده حسين. قاسم، قاسم، مالك يا قاسم؟ قاسم، قاسم، الحقوني يا ناس. ما بيتكلمش. التليفون، فين التليفون؟ شوفوني يا عبدو. للأسف يا ماما، دي حالة شلل نصفي نتيجة جلطة في المخ. يعني ما فيش أمل يرجع لطبيعته؟ ما ظنش، إنما الدكتور قال إن العلاج الطبيعي حيحسن حالته بالتدريج. منهم لله، منهم لله اللي كانوا السبب، منهم لله. الله يا ماما، تجرالي كيف؟ فين القوة الفولاذية بتاعتك بتشد حيلك؟ ومال تعبانة، تعبانة قوي يا عبدو. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ الفرة نزلت فيك ولا ايه؟ اعمل معروف يا عبدو، ريحني، بلاش اللي ناوي تعمله ده. يا ماما ما تخافيش، دي مش اكتر من مناورة، لكن اوعدك ان ما فيش حاجة بطالة هتحصل. انا عارفة انك صرفت كتير من فلوسك على الارض. وابيع اللي ورايا واللي قدامي بس الارض ترجع. الله يا ماما، مالك؟ تزعلان عشان الحاج؟ بكرة يخف ويبقى عالي ان شاء الله. من بقك لباب السماء يا رب. امال لما انت بتحبيه وخايفة عليه قوي كده نازلة منكفة فيه ليه بس؟ وبعدين بقى معاك يا عبد الله. خلاص خلاص يا ستي، انا حسيبك تنامي وتستريحي. يلا تصبحي على خير. ايه يا مسعود، فين الرجالة بتوعنا؟ اباي، مش حضرتك اللي قلت نمشيهم؟ انا اللي قلت لك مشيهم؟ امال كنت جايبهم ليه يا بني ادم؟ والله انا ما فهمش، انا كمان وبستعجب على اللي حصل. يعني ايه مش فاهم؟ مين اللي قالك مشيهم؟ انت، انت ما تكلمنيش. الاستاذ سيف هو اللي قال لي، وانا افتكرت ان دي تعليمات جنابك. سيف هو اللي قالك كده؟ ايوه بيه، انا مش قايل لك محدش يديك تعليمات غيري. حصل يا بيه. امال ايه اللي خلاك تسمع كلامه؟ اذا كان ده المحامي بتاعنا وكل كلامه معاك مستحيل اشك فيه يا بيه. المجرم الجبان، انا لازم اخلص عليه. طب اهدى شويه يا بيه، اهدى شويه لما نشوف الضابط هيعمل ايه. اهدى ازاي بس؟ منك لله يا شيخ، ضيعت عليا فرصه عمري بغبائك. اهو الضابط واقف هناك هيتكلم مع رجاله مخلوف، والاستاذ سيف واقف معاهم، وجنبيه حسن الجربوع. طب انا عايز افهم، انت وديت الرجاله فين؟ دول زي ما تكون الأرض انشقت وبلعتهم. طبعا يا بيه، رجعوا على البلد. رجعوا البلد؟ عال قوي، يعني المؤامرة اتحبكت تمام وحضرتك نفذتها لهم بمنتهى الغباوة. ابدي السوري يا عسكري انت اهو بسرعة. مين حضرتك؟ انا عبد الجبار قاسم صاحب الأرض. مال انت مين اخ؟ انا حسن الجربوع وكيل الأرض بتاعت مخلوف باش. وده الأستاذ سيف اللي باعنا للخصم يا باشا. مفيش داعي للكلام الجارح ده يا عبدو بيه، يعني الحق عليا اني حاولت اجنبك مجزره تتحاسب عليها. اخلص، ما تتكلمش ولا كلمه، قسما بالله العظيم ما حسيبك تفلت بعملتك الدنيا دي. جرى ايه يا اخوانا؟ من فضلكم خلونا نشوف شغلنا من غير شوشره. اني بقولك ايه يا باش، اني هستشكل في الحكم يا باشا زي ما قال الاستاذ سيف. زي ما قال لك مين يا حسن؟ بقول لك الاستاذ سيف الافوكاد ولا مؤاخذه. اسكت يا حسن وبلاش تحريف. سمعت بودانك يا مسعود، شفت الخيانة والإجرام. على العموم أنا مضطر أوقف تنفيذ الحكم مدام وكيل الخصم طلب استشكال. بطل الهجمة يا عسكري. أهلا.
تدل على سلامتك يا استاذ فوزي. انا متشكر قوي على الزياره واسف جدا للي حصل من سيف. يعني يا استاذ فوزي عندك بدل المحامي خمسة ما تهدنيش غير بالكلب الخسيس ده. على العموم انا طردته من المكتب. وتفتكر ان ده كفايه يا استاذ فوزي؟ وكمان نبهت المحامين انه ما ياخدش حتى اوراق الخصوصيه لغايه ما ارجع ان شاء الله. اكيد مخلوف اشتراه. وايه في لمح البصر ايه الناس دي يا اخي؟ لو كان هو اللي نصح حسن بالاستشكال فعلا يبقى كلامك صح. هو ده اللي حصل وحسن نفسه قال كده. مش فاهم ليه. على العموم هو مستقبله في المحاماة قصير اكيد حينكشف والنقابة حتفصله. واضح احنا لازم نبتدي من اول وجديد تاني يا استاذ فوزي. ان الله مع الصابرين. خلاص الارض بقت بتاعتنا بالصلاة على النبي. ادعيلي يا باشا. معلولاني اللي سأسأت السيف ما كانش ده حصل. وسأسأت له بكام يا ناصح؟ انا ما بتكلمش. الاوراق قدام سعادتك هي اللي بتتكلم. طبعا سأسأت نصهم لنفسك. ما انا عارفك يا باشا. ما تبخلش علي. انا ايش حل لو ما كنتش حاضر بنفسي بعد امبارح؟ الله الله الله، انت قد حاطت عينك على مكسبي ولا ايه؟ قل اعوذ برب الفلق يا باشا. انا برضو راجل شبعان وليا وزني دلوقتي. طب يا اخي ما تنضف شويه وتغير البدله المزيته دي مره من نفسك. عيب يا معلم عيب. انا ما يهمنيش منظري لكن عيالي كلهم في الابيس. الابيس؟ ايه الابيس ده بقى اخويا؟ دي مدرسه انجليزي يا باشا. فالح فالح، خليك حوش لهم وهتفضل كده لحد ما تموت. على العموم مش ده موضوعنا دلوقتي. عايز ايه اتكلم؟ انا شايف ان مشوار المخدرات دي ممكن يفرق بيني. قصدك ايه؟ قصدي يعني انا اللي وريتك السيك وانت لا مؤاخذه لهفتها مني وما بتديليش غير العظم والشغل. لو عندك فلوس زي اللي عندي كنت هتعمل اللي انا عملته بالظبط. بس انا حقي في البيعه ديت ربع ارنب. تبقى اتجننت اكيد. ده حقي يا باشا حقي. طب انت ساعات كده بتخسر 10 بواكي على ترابيزه القمار في ليله واحده، اشمعنى في دي يعني؟ فنجري قوي. اصلك غبي وعمرك ما هتفهم اصول اللعبه. يعني ايه؟ يعني لما اخسر 10 بواكي بمزاجي لفلان بيه اعرف بعد كده ازاي اخدهم الطقطقين. فلان بيه؟ ايوه. عامل مش عارف ولا هي شاطر؟ فلان بيه اللي حاولت تلعب معاه من ورايا بنطرك على طول. يا ابني انت فاهم الناس دي سهل عليهم يتعاملوا مع اي واحد. فوق يا حبيبي. يعني من الاخر كده هتدينا عرقي ولا لا؟ روح اقعد على البحر شويه هتلاقي عرقك ينشف ونبقى كده اميه اميه. ماشي يا باشا اللي تشوفه. لا يا عبدو، انا زعلانه منك وجوزي كمان زعلان اكتر مني. معلش يا مروه سامحوني واعذروني. بقى يا راجل، في حد يبقى معزوم على الغدا عند اخته وينسى يجي؟ احمدي ربنا انها جت على قد كده يا مروه. ليه يا عبدو خير؟ انا كان زماني قاعد دلوقتي في السجن بدل ما اكون قاعد معاك انت وجوزك وعيالك. بقى معقوله؟ معقوله اخونا العاقل اللي كنا بنتحامى في شهامته يضيع نفسه كده في لحظه غضب؟ لا، والظروف سهلتها لي بطريقه غريبه. ازاي؟ البنزين خلص على سهوه، يعني كان ممكن اخلص عليه في ثانيه والعربيه واقفه. يا شيخ صلي على النبي كده وحمد لله على سلامتك. انت قول لي بقى انت عامل ايه في شغلك؟ والله يا مروه مش عارف اشتغل من تحت راس الارض. معقوله؟ كل الفلوس اللي بكسبها في تجاره الاراضي والعقارات بصرف معظمها على الارض. يا عيني يا اخويا. المهم ان محدش حاسس بيا غير ابويا الغلبان.
وانت كمان. وطبعا لا عثمان ولا زيد ولا الشافعي هيشاركوك في المصاريف. انا عمري ما هطلب من حد منهم مليم لغايه ما حرر الارض بعون الله. زي ما احنا يا باشا، وموقفنا بقى احسن من الاول بعد ما عرفوا اننا ورانا ظهر جامد. وايه اخبار القضايا؟ هي شغاله في المحاكم، وانت عارف باقي طريق المحاكم يا مين يا ايش. على رايك يا ده حسن، بس الواد الصحفي ده عامل لي لابش بالكلام اللي عمال يدش في الجورنال ده عن الاراضي المسروقه والمنهوبه. هوية كانت ارضه عشان يتهمي عشانها كده؟ ما هي دي مشكله الناس المتعلمين، يشهروا بالناس اللي زينا وينشروا كلام ما تعرفش بيجيبوه منين. بقول لك ايه يا باشا، ايه اشوف لك شي سكته؟ يا ريت ابو علي، ده انت كده هتريحنا وتوفر علينا مشوار طويل قوي. احاول يا باشا، والفلوس بتغير يامي كلام الناس. ايه يا هند، انت بتزعقي كده ليه؟ وطي صوتك الا بابا يسمعك. حاضر يا سيدي، اجيني وطيت صوتي، بس لازم تشوف لك حل في مشكله عمي قاسم. يعني هعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ كل ما اجيب واحده تخدمه تقعد اسبوع ولا اتنين وتطفش. انا مش متضايقه من وجوده معانا، لكن انا تعبت خلاص. انت فاهم كويس يا عبدو. فاهم كل حاجه يا هند، انت ثوابك كتير عند ربنا. ما قلتش حاجه، لكن ليه اخواتك ما يساهموش معانا في خدمته؟ ازاي يعني؟ كل واحد ياخده عنده شوية. ده كلام منطقي، لكن العمل ايه وهو رافض وما بيستريحش اللي عندنا؟ يعني هم كانوا عرضوا وهو رفض. ما هي المشكلة انهم ما عرضوش. كل اللي بيعملوه انهم يسألوا بالتليفون وخلاص على كده. وحتى اللي بيجي منهم كأنه غريب، يقعد شوية وتنه ماشي. انا عارف وشايف يا هند. والحل ايه يا عبده؟ والله ما انا عارف، ده حتى متعلق بشادية قوي وهي كمان متعلقة بيه. بتضحكي على ايه؟ اصلي مره وانا بنايم شاديه سالتني سؤال افتكرته دلوقتي. قالت لك ايه العكروته دي؟ قالت لي هو امتى بابا جده هيمشي على رجليه عشان يروح بيته؟ اما شيطانه صحيح. دي طفله يا عبد وبتتكلم بتلقائيه. ما قلتلكش انا عندي ليك خبر هيفرحك قوي. خير؟ بكره ان شاء الله اقرا الجورنال وهتدعي لي. ايه في؟ كتبت مقالة من النار وخلتها على شكل بلاغ للنائب العام. ايوه كده يا اخي، افتح نفسي مرة. وعلى كده البلاغ ده ممكن يجيب نتيجة؟ على الاقل الحكاية ما تنامش، هنخليها كده مولعة على طول. طب ما فيش اي مستندات ناقصك؟ اطمن، كل ورقك مصوره ورقة ومستعد للحرب زيك تمام يا ابو شادية. والله البنت دي وحشاني قوي يا امير. وبابا متخاصمين ليه؟ لما تكبري شويه يا حبيبتي هتعرفي كل حاجه. لا يا ماما، انا مش صغيره، انا بفهم كويس قوي. يعني هتفهمي كل اللي هقوله يا شاديه؟ طب جربي، ولو ما فهمتش بطلي الكلام على طول. طب قوليلي، لما بابا يصرف فلوسه كلها على ارض عيلته يبقى ده صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا يا ماما، لان اخواته لازم برضه يشوفوا معاه. يعني التصرف ده ما يرضيش ربنا، مش كده يا شاديه؟ طبعا يا ماما، ده يبقى ظلم. بابا قال ربنا اسمه العدل. طيب ولما انا لوحدي بس اللي اخدم بابا جده، لما يتهد حيلي ده يبقى عدل؟ لا، بس بابا بيحب بابا قوي وانا كمان زيه، كنا خليناها عندنا وخلاص. بابا ما عطانيش فرصه للتفاهم، هانت عليه العشره.
وعاملني كده زي ما اكون شغالة عنده. بس هو ما عندوش غير رجل واحدة يا ماما، انا شفته مرة وهو شايل جده كان هيقع بيه. اقول لك ايه بس يا شجة، هو صعبان عليا لكن انا كمان نفسي صعبان عليا. معلش يا ماما ما تعيطيش. بيحملني المسؤولية لوحدي ويفضل اخواته وستاتهم عليا مع انهم ما يستحقوش منه كل التضحية دي. معك حق يا ماما، انما رأيك ايه بقى؟ لقيتيني بفهم ولا لا؟ انت مش بتفهمي وبس، ده انت قروبة. تعالي بقى لما افسحك شوية على شرط ما نتكلمش تاني في المواضيع دي. سلام عليكم يا مخلوف باشا. اهلا حسن. ايه اللي عندك؟ سمعت من بعيد ان الجواب وصل يا باشا. ولسه ما هيشوف يثبت بقى ان انا اللي بعت الجواب. المهم ايوه، عملت ايه مع الجدع الصحفي ده اللي اسمه امير، اللي قالب دماغنا بكلام الانش عن الارض وعن الحق؟ سكته واعره قوي يا مخلوف باشا. يعني ايه؟ يعني طلع نظيف وهددني انه لو شافني تاني هيبلغ عني وقول اني برشيه. عامل لي فيها شريف ده تلاقيه مش لاقاك. وهو كمان طلع صاحب الحاج عبده من ايام التلمازي. وبعدين في الموضوع ده نفسي اخلص منه عشان نشوف بقى اشغالنا، احنا مراناش غير ارض العمرية دي. الصبر الصبر يا باشي. زهقت يا حسن، زهقت قوي. بقول لك ايه يا باشي، في سكة كده عايزين نجربها مع الحاج عبده. افتس يا حسن، عايز تقول ايه؟ نجرب معاه سكة الصلح. الصلح؟ ايوه، وسيبناني اجس النبض وفوق انت كده وانتبه للشغل. اياه شفت يا ميخ، شفت التمن اللي بقبضه عن رجلي اللي فقدتها في الحرب؟ تمن ايه يا عبدو؟ مخلوف بعت لي جواب من غير امضى بيهددني فيه بخطف بنتي. طبعا ما هو لازم يعمل كده بعد تحيات النائب العام بدأت. والله ان كانت التحيات هتجيب نتيجة فعلا انا ولا يهمني تهديده. النائب العام اتصل برئيس التحرير وسلمته بنفسي كل مستنداه. هو خبر يفرح صحيح، بس انت عارف ايه اللي مزعلني يا امير؟ ايه؟ كون مخلوف يلجأ لتهديد حقير زي ده معناه انه مستضعفني. البركة في اخواتك اللي خلوه يتملعن اكتر لما عرف انكم واقعين مع بعض. على العموم نقب وطلع على شونة. اخواتي الاعزاء لا رفعوا قضية ولا حاجة. ازاي؟ المحامي اقنعهم ان سندهم للحجر ضعيف جدا وان القضية خسرانة. المشكلة عبده انك بتحارب طاغية ولوحدك. انت كده حطيت ايدك على اهم نقطة. عمر العمل الفردي ما يجيب نتيجة زي العمل الجماعي يا امير. على العموم انا هفضل واقف معاك لغاية اخر لحظة. قضيت عمري كله أنا وأبوكم في خدمتكم عشان تطلعوا رجالة، لكن للأسف اتضح لي إنكم بعد العمر ده كله ناقصين تربية. يا ماما أنا كان أنت بالذات تسكت، ما تتكلمش ولا كلمة. عاوز تحجر على أمك وهي عايشة وبصحتها يا عثمان؟ وإنت يا زين، وإنت يا شفعي، ما فيش فيكوا راجل قدر يراجعوا قبل ما يفكر التفكير الإجرامي ده؟ خلاص بقى يا ماما، عفى الله عما سلف. استني يا مروة، انا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضل يا ماما. وابوكو سايبينه مرمي، محدش فيكم فكر انه يشيل شوية من الحمل اللي شايله عبده. عجبكم اللي حصل بينه وبين مراته بسببكم؟ والله الست معذورة، لو انا مكانها كنت هغضب زيها. بالذمة انتوا رجالة، انتوا مش مكسوفين من طولكم وعرضكم؟ انا معترف اني غلطان، لكن حضرتك برضو ظلمتينا. اخرس يا كلمة غلطان دي تكفيك؟ انت انسان عديم التمييز، اناني، تحب الفلوس اللي تجيلك على الجاهز وبس، والست الهانم بتاعتك توديك يمين وتجيبك شمال على كيفها. يا ماما ثم ازاي تتجرأ يا ولد وتقول لي انا ظلمتكم؟
أنا مخي صاحي صاحي قوي وعارف عبده صرف كام من فلوسه ودمه وصحته، وانتم كل واحد فيكم ماله في خيبته وأنانيته. بس لو حضرتك تديني فرصة أشرح لك فيها موقفي. موقف إيه اللي تشرحه؟ اللي يعرف يتكلم عن المواقف لازم يكون راجل يا باش مهندس. أمال حضرتك شايفاني إيه؟ شايفك راجل منظر وبس، لأن الراجل الحقيقي عقله هو اللي بيحركه مش غرايزه. وإيه دخل غرايزي بقى؟ حبك للمال غريزة يلزمها تدريب، أنا نيتك غريزة يلزمها تدريب، وكفاية قوي كده، ما تخلينيش أقل قيمتك أكتر من كده. خلاص يا ماما خلاص، هدي أعصابك عشان خاطري. أنا أعصابي زي الحديد وأعمل منكم كلكم 10 رجالة. ودلوقتي اتفضلوا لو سمحتم سيبوني لوحدي لما أشوف هعمل إيه، وأعملوا حسابكم كلكم. الكلمة اللي هقولها في أي موضوع مش هكررها تاني، وهي اللي هتمشي، فاهمين؟ اتفضلوا. انت تاني زي بالظبط يا جربوع. شوف يا حاج، صلي بينا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اسمعني للاخر، ولما عجبكش كلامي ابقى تردني تاني واني قابل. عايز ايه بالظبط يا حسن؟ انا عايز اتوسط بينك وبين مخلوف. هو اللي بعتك؟ يمين بالله، يمين بالله انا اللي جاي لوحدي. وايه مصلحتك في كده؟ انا غرضي ننهي المشكله، وبرضو هينوبني فتفوتة منك وفتفوتة منه. ازاي؟ هخليه يدفع لك مرتين قد القيمة اللي عرضها عليك قبل كده. يعني 1000 جنيه للفدان كشموني ولا مؤاخذة. عارف طريق الباب فين يا جربوع؟ عارفه يا باش. مع السلامة، وريني عرض كتافك يا اخويا. ازاي تعمل كده بني ادم من غير ما تشورنا؟ حبيت اخف عليك الضغط شويه يا معلم. قصدي يا باشا مفيش فايده فيه، هتفضل طول عمرك سمسار وبس. الله، عايز تشقط من كل حته وخلاص على كده؟ يعني الحق عليا عشان عايز اخدمك. انت تخدمني؟ انت ما تعرفش تخدم الا نفسك وبس. وحتى في دي كمان غبي. تحب تعرف ليه؟ ليه يا باشا؟ تعالى. ما روحتش تستلم البضاعة ليه زي ما اتفقنا امبارح؟ ما انت عارف يا باشا. عارف ايه يا هلا؟ سبق وقلت لك اني خلاص ما عدتش هشتغل في الصنف تاني من يوم ما اكلت علي حق اخر مرة. حقك يا اخي كالكسر حقك. يا اخويا ناوي تتوب وتعرف ربنا؟ لا مش القصد يا باشا، انما الظلم حرام. ومش حرام تضيع عليا بيع سوق زي دي، وكمان راح تاخد عليا وش على عيلة قاسم من ورايا. الله 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 الله، ما تفهمنيش غلط يا باشا. لا غلط ولا صح، انت يا ابني من النهارده ما تلزمنيش كده. بتبيعني رخيص يا معلمي. مصلحتي ومصلحتك يا صاحبي. لا 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 لا، اعمل معروف يا باشا. خلاص يا حبيبي انتهينا، طريقك زراعة. ابوس ايدك يا باشا. طب ده انا عايش في الدنيا بنفسك انت بس. بقول لك خلاص، ورقك اتحرق، انت ما تلزمنيش. طب اديني فرصة يا معلم، فرصة واحدة بس تجربني فيها من تاني. من هنا لحد ما تيجي فرصة مش عايز اشوف وشك تاني كده. طيب يا مخلوف. الظاهر ان احنا هنضطر نأجل الميعاد يا استاذ فوزي. ليه خير؟ في حاجة جدت؟ ايوه، الوالد تعبان جدا وحالته بتزداد سوء. لا، الف لا بأس عليه. رافض ياكل او يشرب،
والدموع نازله من عينيه على طول. طب يا اخي البلد مليانه دكاتره. ما فيش فايده يا استاذ فوزي، جبت له كذا دكتور، حتى الدواء رافض ياخده رفض نهائي. بيتهيأ لي اهم سبب وصله للحاله دي قضيه الارض اللي طولت، وكمان عدم اهتمام اخواتك بالسؤال عنه. هو نفسه اشتكى لي كم مره. على العموم انا مضطر اقعد معاه دلوقتي واحاول اجمع اخواتي حواليه باي طريقه. طيب انا هتصل بالمحامي بتاع مخلوف لتاجيل الميعاد اللي اتفقنا عليه مؤقتا. متشكر، متشكر قوي يا استاذ فوزي. ما نرجع أرضنا يا أمير. شد حيلك يا عبد. والله يا أخويا الموت أرحمه من العذاب اللي كان عايش فيه. هو فعلا ربنا رحمه من اللي شافه، مرض وعجز ونكران جميل من أقرب الناس إلي. على العموم أنت ربنا بيحبك، ما تتصورش قد إيه كان راضي عنك وقلبه دعيلك. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه. فيك يا ست سرية، البركة في دين محمد، فيك الخير والله يعز. ربنا العالم قد ايه قطع فيا متقسم بي، وما قطعش فيكي اللي عمل جوزك فيه، ده هو سبب موته. يا ريت كان بايدي حاجة يا ست سرية، وانا كنت رجعت لكم ارضكم. يعني انت عارفه انها ارضنا؟ عارفه، عارفه يا ست سرية، بس ايه اللي في ايدي؟ مخلوف ما يقدرش علي غير ربنا. على كل، على كل ده مش وقت الكلام في الموضوع ده، ويكفي انك عارفه انها ارضنا. وقولي لجوزك اننا مش هنسيبها ابدا، اذا كان قاسم راح في عبده، في عثمان وفي ولده، والأرض هترجع لنا مهما طال الزمن. زيارتك ليا في الوقت ده يا هند غالية عندي أوي. أنا بعمل الواجب اللي عليا، وأنا كمان لازم أصرحك باللي في قلبي من ناحيتك. الحقيقة موقفك من والد الله يرحمه عمل شرخ جامد في العلاقة الحلوة اللي كانت بينا. تقوم تبيعني في لحظة يا عبدو؟ أنت اللي استفزتيني. أنا فاكر كويس قوي اللي حصل وكل اللي قلتهولك. اعملي اللي أنت عايزاه. على عموم أنا مش جاية أتكلم في الماضي. ولا أنا كمان عايزة أتكلم في الماضي، ولو كنت مكاني يمكن كنت هتعذريني. لا يا عبدو، انت عصبي وعنيد قوي، والحياة مش ممكن تتاخد بالعنف ده ابدا. على العموم انا اقدر دلوقتي اقولك اني سامحتك من قلبي، بس يا ترى انت كمان هتسامحيني؟ ربنا يعلم بنيتي من ناحيتك، وعموما انا اسفة على اللي حصل مني. وانا كمان اسف يا هند، ما تزعليش مني يا ام شادية. خلاص خلاص يا عبد. سلام يا بابا، شايف البيت بقى حلو وجميل ازاي بعد ماما رجعت له تاني؟ فعلا يا شادية معاكي حق يا حبيبتي. مش قلتلك يا بابا انك حضرتك ظلمت ماما؟ وبعدين معاكي بقى يا بنت انتي قروبة، ما تسكتي شوية، احنا ما صدقنا تصفينا.
لو زعلت ماما تاني هخصمك وعمري ما هكلمك ابدا. لا يا حبيبتي خلاص اوعدك اني مش هزعل ماما تاني. طب ايه رايك بقى هتفسحنا فين النهارده؟ النهارده النهارده ايوه. لا هتقولي لا محكمه ولا قضيه ولا ارض ولا الاستاذ فوزي. حاضر يا ستي انا مش هنطق خالص. تحبي تتفسحي فين بقى؟ لا يا باشا انا قلبي مش مطمن للمشوار ده. جريالي اجمد، مش انت اللي عايز تبوس رجل عشان اجربك تاني؟ ايوه عايز يا باشا. امال ايه، هديني جيت اجربك اهو طلعت في شينك. يا باشا الاستاذ فرغالي دي راجل صعب والناس كلتي عارفه عنه كده. يا ابني ما تبقاش غبي، فرغالي ده مجرد موظف كبير. ايوه انا عارف كده. والله ما انت عارف حاجه يا ابني، دي حتة أرض لقطة ما صدقت حطيت إيدي عليها. أيوة بس الأرض دي مخوفاني قوي يا باشا. ليه؟ أكيد هيطلع لها ميت عفريت ويقول دي بتاعتي. ملكش دعوة، كل اللي عليك تقدم له الأوراق وتجس نبضه وتيجي تقولي. لازم يجي بنفسه أو على الأقل المحامي بتاعه. وإيه لزوم ما دام الاوراق تغني؟ الارض محل نزاع قديم وواضح ان هو ملوش من الاصل اي علاقه بيها. ما احنا عارفين يا باشا، ولا مؤاخذه ما احنا عارفين يا استاذ فرغالي. ولما انتوا عارفين ايه لازمه العطله وتضييع الوقت؟ عينك كلها نظر يا استاذ. وبعدين معاك يا بني ادم انت، هو ايه اللي عينك كلها نظر؟ يعني ايه يعني ما تاخذنيش، الباشا هيشوفك برضه. هيشوفني ازاي يعني اذا كان ما جاش بنفسه؟ اما هو ولا مؤاخذه مش لازم هو اللي يقوم بالدور بنفسه. دور ايه؟ دور الواجب يا استاذ. امال مين اللي هيقوم ان شاء الله بدور الواجب يا حسن؟ اني يا استاذ اني كاتم السر بسمع المعروف طور رقبته قدامه ما ترجعنيش مكسوف. بقى الحكايه كده يا ابو علي. امال ايه، مش بقول لك عين سيادتك كلها نظر. طب ايه رايك بقى اني فعلا مش هرجعك مكسوف؟ ادي الكلام يا استاذ، ادي الكلام. بس مروه تنورني، هتطلب ايه؟ انا هطلب النائب العام حالا واتهمك بمحاولة رشوة موظف لجهاز حماية املاك الدولة. ايه رأيك بقى؟ اعمل معروف يا بيه. ابو سيد انا ماليش دعوة، هو اللي قال لي اقول لك كده. طيب اهدى اهدى، انا حديك فرصة في الدقيقة. اعمل معروف، لو هتقدر تقول الكلام ده قدامه هعتبرك شاهد وحنسى الكلام اللي قلته. الكذب خيبة يا استاذ، ده كان يقتلني. يبقى خلاص ابلغ النيابة. لا 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 خلاص هقول والله العظيم، اقول زي ما سيادتك عايز. انت هتعمل اللي هقولك عليه وهتنفذه بحذافيره، مفهوم يا حسن؟ مفهوم يا استاذ. والله وجدت الفرصة اشوف فيك يوم يا مخلوف الكلب يا حرامي. سابع ولا ضابع؟ سابع وابو السباع كمان يا باشا. ايه طلب كام؟ نص مليون. ابن الحرامية نص مليون اهي في حتة واحدة وكشموني كمان. ادي اللي طالعين بيه السما. صدقت يا بقف ان كل راجل له تمن. منك نستفيد يا سيد البشوات. خلاص
انا هبعت له الفلوس مع المحامي ويخلص لنا اجراءات الملكيه. لا لا يعني بلاش المحامي يا باشا. ومالك انحدفت كده زي الطور؟ وانت مالك؟ ان شاء الله بعت له عزرائيل. لا 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 يا باشي، احنا برضو نخاف عليك، مش جايز يكون عامل ملعوب كده ولا كده. ايه يعني انت اللي عايز توديهم بنفسك؟ بس انا عندي شرط. وبعدين هترجع تتمال عن تاني؟ بقول لك ايه، سيب لي الموضوع ده، انا هتصرف فيه بمعرفتي. انا يا باشي مش طمعان في اكتر من 5% من القيمه بس. 5%؟ ايوه، يعني 25,000 اهيف. تكونش فاكر اني خلفتك ونسيتك. قال ده بيضحك. ما تاخذنيش يا باشي، تخلفني ازاي وسعادتك ولا مؤاخذه؟ اسمع. ايوه باشي. هم 10 بواك مفيش غيرهم ان كان عاجبك. قلت ايه؟ عجبني يا باشي. اتفضل يا سعاده الاستاذ، ادي الشنطه اهي وجواها لمؤاخذه نص ارنب. برافو يا حسن، انت دلوقتي عملت اللي عليك، واحنا كمان عملنا اللي علينا. عملتوا ايه ولا مؤاخذه؟ اذا كان انا اللي شايل الشيل، اوعى تكون ضحكت عليا يا استاذ. ما تخافش يا حسن، انا قدامي دلوقتي تسجيل بالصوت والصورة بيوضح كل حاجة. بس انا برضو مش فاهم ايه اللي بيحصل. مش ضروري تفهم كل حاجة يا حسن. المهم تعتقني لوجه الله يا استاذ، اعمل معروف، انا مش قد الحكومة. انت دلوقتي تقدر تروح وانت مطمن. اروح وانا مطمن؟ ايوه يا حسن. يحيى القتل، يحيى القتل، يحيى القتل. عبدو بيه، يا عبدو بيه، مخلوف اتقبض عليه. يا عبدو بيه. ايه اتقبض عليه ازاي؟ كان عاوز يرشي موظف كبير بنص مليون جنيه. وبعدين عملوا له كمين بالصوت والصوره والقضيه لبسته خلاص. يعني مسكوه وهو بيدي الفلوس للموظف؟ لا، ده كان عاطيها لاني اديها له. وحضرتك طبعا اللي بلغت عنه. صح، ولا مؤاخذه. ما انت راجل شريف وبتاع ربنا. لكن بقى اللي انا عايز اعرفه، انت دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز اقول لك ان دي فرصه عمرك ومش لازم تضيع من ايدك كده. طيب يا سيدي كتر خيرك. حبيت بس اديلك فكره عشان تعرف انا مين بالنسبه لي. مفيش داعي تديني فكره، لاني عارفك كويس، وعارف كمان ليه غدرت بولي نعمتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب. بقول لك إيه، الموضوع ده ما يهمنيش في حاجة. مع السلامة يا جربوع، وريني عرض كتافك. أكيد رحت لي البيت ما لقيتنيش. فعلا، واضطريت أجيلك هنا على طول. ياه، ده انت لازم عندك اخبار مهمة. حسن الجربوع اتقتل. اتقتل؟ لقوا جثته في مقلب زبالة في العمرية مضروب بالنار في قلبه. الحقيقة المقلب ده انسب مكان لجثته للأسف، لكن هم ما وصلوش للقاتل. لسه التحقيقات مستمرة، لكن انا سمعت ان القاتل ما تركش اي اثر يدل عليه. للأسف عاش جربوع ومات جربوع، سبحان الحاكم العادل. انما تفتكر مين اللي قتله يا عبدو بيه؟ ودي عايزة تفكير يا أستاذ فوزي. رجالة مخلوف طبعا. ليه؟ لأن ده مصير أي واحد يخونه. أنت نسيت إنه هو اللي وقعه في قضية الرشوة؟ على العموم كلها كام يوم وتبان الحقيقة. أنا عارف الحقيقة اللي حتبان يا أستاذ فوزي، عارفها مقدما. إزاي؟ القضية حتتحفظ لأن القاتل حيطلع مجهول، وبالتالي تتأيد القضية ضد مجهول. يا ساتر،
انت كمان بقيت تعتقد ان مخلوف بقى الحاكم بأمره في اسكندرية للدرجة دي؟ يعني انت تقدر تنكر بعد كل القضايا والاستشكالات الفاشلة اللي عملناها ضده انه هو فعلا الحاكم بأمره؟ يا عبدو بيه، مش انت اللي تقول الكلام ده، ولا المرض خلاص هيخليك تستسلم لخصمك؟ لا يا سيدي، انا مش هستسلم ولا حاجة، بس انت ورينا شطارتك. معلوماتك عن الحادث يا سيد مخلوف؟ ما عنديش اي معلومات يا باشا. يعني راجل بيشتغل معاك في كل مكان يتقتل كده على سهوة من غير ما يكون عندك اي خلفية او احتمالات لقتله؟ هو صحيح كان دراعي اليمين وكان مخلص لي يا باشا، والله الله يجزيه اللي عمل العاملة السودة دي، منه لله. يعني ما حصلش بينك وبينه اي خلاف بخصوص الشغل؟ مفيش حد يشتغل عند باشا ويحصل بينه وبينه خلاف. طب ليه؟ لان كل اللي بيشتغلوا عندي اتعودوا ياخدوا اوامر وينفذوها على طول ومن غير مناقشة. كويس قوي، يبقى بالمنطق ده ممكن نقول انك اديت تعليمات لواحد من رجالتك يخلص عليه. الله. ام منفذ على طول وبرضه من غير مناقشة. الله الله الله. طب وانا اقتله ليه يا باشا؟ بقول لسيادتك ده كان دراعي اليمين. انت عارف السبب كويس يا مخلوف. لا مش عارف يا باشا، يا ريت تنورني. لان هو اللي بلغ عنك مباحث حماية املاك الدولة. بلغ عني ولا مؤاخذة؟ اللي عرفه اني خدت براءة وان الفلوس كانت رايحة لتاجر اسمه بالصدفة طلع فرغالي زي اسم البيت بتاع جهاز الحماية. تمام. طيب بلاش دي يا مخلوف، تقدر تقول لي بتشك في مين؟ انا بصراحه ما بشكش في حد، بس هو لا مؤاخذه كان له اعداء كتير، الله اعلم بقى مين فيهم اللي عملها. ها اسمك وسنك وعنوانك؟ فرغالي حسنين عبد المولى، 45 سنه، فيلا الحياة السعيدة في ابو تلات. يعني انت مقيم في الفيلا دي؟ لا سيادة الوكيل، انا بتنقل بينها وبين فيلتي اللي فلوران عشان اقضي مصالحي. وانت نفسك فرغالي حسنين اللي شهدت قدامي قبل كده ان مخلوف كان بعت لك نص مليون جنيه مع حسن الجربوع؟ ايوه بيه. وعاوز تقول ايه دلوقتي؟ عاوز اقول ان الحكاية دي ولا مؤاخذة كلها تلفيق. وضح كلامك كويس وبالتفصيل. يعني ولا مؤاخذة، لما مخلوف اتزنق مع فرغالي بيه، عبد الواحد بتاع املاك الدولة بعت ندهلي. وبعدين رحت له بيته حسب طلبه. وايه اللي حصل؟ كان فاضل ابي يوطي على رجلي يبوسها عشان اروح اشهد قدام سيادتك ان النص مليون جنيه دول يخصوني في شغل ما بيني وما بينه وما يخصوش البيه بتاع املاك الدولة. يعني شهدت زور يا فرغالي؟ حصل يا فندم. وليه جاي دلوقتي تقول الحقيقة؟ لانه هددني بالقتل سعادة الباشا، وده راجل مجرم وصاحب سوابق وممكن يعملها ويروح ما بعدك روح. وهو بقى هددك بالقتل ليه؟ ولا مؤاخذة خلافات عمل يا باشا. طيب عندك شهود على الاتفاق اللي تم بينكم في بيته؟ ست عزة قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. الكلام اللي قاله قدامك فرغالي ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا باشا، وأنا كنت قاعدة وسمع الكلام كلمة بكلمة. أمال ليه ما جيتيش بلغتي بكده؟ هو أنا كنت أقدر أفتح بقي بكلمة؟ ده كان مخلوف يخلص علي، أصله راجل مفتري ومحدش يقدر عليه. طيب امضي هنا يا ست عزة. يلا بص راس اخوك يا عثمان. حاضر. انا اسف يا عبد يا اخويا، وادي راسك. ايه خلاص خلاص يا عثمان، خلاص انا مسامح. ما تزعلش مننا يا عبدو، ولا انت يا ماما. لا يا حبيبي، احنا من النهارده كلنا معاك ايد واحده لحد ما نرجع ارضنا باذن الله. وهو المجرم واقع
وبكرة تكتر سكاكين وكل الدنيا هتقوم عليه. تعالي يا مروة، أنا عاوزاكي. أنا هو تحت أمرك يا هند. يا مروة يا حبيبتي، نفسي أحضنك وأبوسك يا أختنا وأمنا وحبيبتنا ومجمعة شملنا. كنتم مع عيون الليل.